من القاتل؟ حلقة القضية. كانت الساعة تقريبا داخلة على 4 الفجر، كنت لسه داخل انام، لقيت التليفون بيرد. كان معاون المباحث زميلي في الشغل، ولقيته بيقول لي: يا هشام باشا هنزعج معاليك بس محتاجينك. قلت له: في ايه بالظبط؟ قال لي: في جريمة في الحي الشرقي ولازم ننزل دلوقتي. قلت له: تمام. وقفلت معاه ولبست هدومي. وانا بلبس لاحظت عند باب الأوضة بتاعتي ستة تقريبا عندها 50 سنة، بس كانت محتفظة بأنوثتها. وفجأة لقيت راسها اختفت، ولقيتها بترفع ايديها لفوق واقفة قدامي من غير راس واختفت. انا فهمت ان دي روح الضحية. الجريمة اللي احنا رايحين نشوفها جريمة قتل. وصلت الحي، واول ما وصلت سألتهم: هي القتيلة عندها تقريبا 50 51 سنة وكانت جميلة؟ قالوا لي اه. قلت لهم: وانتوا طبعا لقيتوا الجثة من غير راس؟ لقيت احمد بيقول لي: انت لازم تشوف بنفسك. فتح باب الشقة ولقيت الست عريانة متعلقة ايديها في السقف بسلاسل حديد، وراسها مش موجودة، وجسمها كله متغطي بالدم. كان المنظر بشع جدا. ولقيتها ظهرت قدامي تاني، كانت واقفة عند باب اوضة. اتحركت ناحيتها ودخلت الاوضة دي، بس اول ما دخلت اتخطيت جدا، لاني لقيت راسها محطوطة على السرير، ومحطوط في نص راسها شمعة ومنورة، وعلى ظهر السرير مكتوب حاجة زي ما تكون طلاسم ومكتوبة بالدم. لقيت احمد بيقول لي: الست دي يا فندم كان ليها في الاعمال والدجل، واكيد اللي عمل الجريمة البشعة دي حد من الدجالين اللي هي كانت بتتعامل معاهم. تحب نجمعهم كلهم عندنا؟ لسه كنت هرد عليه، لكن شفتها هي واقفة قدامي وبتفتح باب الحمام. اتحركت ناحيته وحسيت في حاجة بتجذب عيني، ان انا اشوف مكنة حلاقة رجالي. لبست الكوانتي ومسكت المكنة، رفعت عيني لأحمد وبقول له: هي الست دي كانت عايشة لوحديها؟ ما كانتش متجوزة؟ قال لي: اه ده اللي نعرفه. قلت له: المكنة دي بتعمل ايه هنا؟ دي مكنة رجالي. ضحك كده وقال لي: ما ممكن تكون بتاعتها هي. قلت له: مستحيل، اولا لان المكنة دي مستخدمة قريب، جسم الست اللي برا مش معمول قريب، دي حاجة. بقايا الشعر الموجود بين الشفرات شعر دقن راجل، المكنة دي بتاعت راجل كان في حد بيجي هنا. وطلبت من احمد ان هو يجيب لي البواب، وطلعت قعدت مع البواب. وانا طالع اديت لاحمد المكنة وقلت له يحرزها ويبعتها المعمل يجيب لي تحليل البصمات وتحليل الدي ان ايه. ودخلت مع البواب في الاوضة وسألته: في حد كان بيجي للست دي؟ حلف انه محدش كان بيدخل لها، وان هي كانت ست محترمة جدا، وان عمره ما شاف عليها حاجة. احمد ميل عليا وهمس لي: ايه رأيك نحبسه او ناخده عندنا ونروقه شوية؟ قلت له: لا مش مستاهل. وقلت للبواب امشي انت. احمد كان مستغرب وسألني ليه ان انا مشيته. قلت له: لان لغة جسم البواب دوه كانت صادقة جدا، واحنا نقدر نكتب بلساننا وبالكلام اللي احنا بنقوله، لكن جسمنا دايما بيقول الحقيقة. الراجل ده جسمه اكد الحلفان، وده معناه ان هو ما كانش يعرف ان في حد بيدخل الشقة دي. احمد بصلي كده وقال لي: يعني العشيق ده كان بينزل من السماء؟ قلت له: لا، بس ده معناها ان العشيق ده في الغالب واحد من سكان العمارة مش واحد جاي من بره. وده تفسير ازاي البواب ما شافش حد داخل ولا خارج، لان البواب قاعد قدام العمارة مش بيدرى ايه اللي بيحصل في الادوار اللي فوق. قال لي: صح جدا. وفجأة لقيتها واقفة قدام باب اوضة النوم ومعها واحد كان طالع من الحمام، وهي واقفة بتمدله ايديها بتحضن رقبته. شفتها وهي بتبوسه، وشفته وهو بيرتبك اول ما موبايله رن، ولقيته بيلبس هدوم بسرعة جدا، وهي بتسأله: مالك في ايه؟ مردش عليها وخرج بسرعة. ولقيتها بتدخل الاوضة وبتلبس روب شفاف، وطلعت قعدت في الصالة على الكنبة قدام المكان اللي هي اتقتلت فيه. وفجأة وشها اتغير واتخضت كأنها شافت حد، خوفها جدا. ولقيت احمد قدامي بيقول لي: يا هاشم في واحد طالب ان هو يقابلك بره. قلت له: مين بالظبط؟ قال لي: واحد من جيرانها طالب ان هو يقابلك على انفراد. بصيت لاحمد كده وقلت له: هو ده العشيق، دخله. وفعلا دخل، واول ما دخل قال لي: انا عارف كده كده ان انتوا هتجيبوني، انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا كنت موجود هنا قبل ما هي تتقتل. قلت له: عارف. قال لي: انا ما قتلتهاش. قلت له: انت ليه مشيت بسرعه من هنا؟ قال لي: لان مراتي بعتت لي رساله ان هي راجعه البيت فكان لازم امشي. قلت له: اه، وليه ما ردتش عليها؟ قلت لها الكلام ده. قال لي: لان هي كانت بتتريق عليه انه بيخاف من مراته. قلت له: تمام. قلت
تقدر تتفضل دلوقتي. قال لي ارجوك يا فندم بلاش تفضحني، محدش يعرف العلاقة اللي كان بيني وبينها، فارجوك بلاش يجي اسمي في التحقيقات وكده. قلت له ما تخافش، محدش هيعرف اي حاجة من اللي انت قلتها دلوقتي، اتفضل. دخل احمد وهو مستغرب جدا وسألني هو انت ليه سبته. بصيت له كده وقلت له الراجل ده ما قتلهاش، وكفاية جدا احساسه بالخوف، هو معذب نفسه بما فيه الكفاية. قال لي انت تأكدت ازاي ان هو ما قتلهاش؟ برضو لغة الجسد؟ قلت له اه، لغة الجسد ما بتكذبش، ومش سهل ابدا ان انت تتحكم فيها، وهو كمان كانت لغة جسده بتأكد الكلام اللي هو بيقوله، عشان كده سبته. غير ان انا شفتها وهي مبسوطة وانا بسيبه يمشي فتأكد. قال لي طب دلوقتي مين المتهمين في رأيك؟ قلت له اللي عمل الجريمة دي واحدة ست مش راجل. قال لي عرفت ازاي؟ خدته ووقفته قدام الجثة، وريته علامات من القرص على صدر الضحية وشعر منتوف بقوة من المنطقة السفلية، وقلت له اللي عمل الجريمة دي كان مغلول جدا وكان عنده هدف انتقامي، غير ان هو كان مركز على اماكن الانوثة زي ما انت شايف. قال لي اه. قلت له اللي هيعمل كده مستحيل يكون راجل، دي ست، وست متغاظة منها جدا، وفي الغالب الموضوع ليه علاقة براجل. بص لي كده وقال لي يعني مش سحر؟ قلت له لا، اللي عمل كده بينتقم. قال لي ان احنا عرفنا من التحريات ان هي كانت متجوزة 3 مرات قبل كده. قلت له تمام، اللي متجوز من الرجالة اللي هي كانت متجوزاهم مراته ممكن تكون مشتبه فيها. قال لي ايه؟ قلت له اه، الست ممكن تقتل بسبب الغيرة، وزي ما انت شايف القتيلة كانت ست جميلة جدا، مش بعيد يكون واحد من اللي كانوا متجوزينها غلط قدام مراته بكلمة كده ولا كده عنها، او هي فكرت ان القتيلة عاملة لجوزها عمل فحبت تنتقم منها. فالتلاتة اللي كانت متجوزاهم لو متجوزين يبقى مراتاتهم لازم تجيبوهم وتستجوبوهم. قال لي طب في مشتبه فيهم تاني؟ قلت له طبعا، مرات العشيق، هو نفسه ما قتلهاش لكن مراته ممكن تكون هي اللي عملت المصيبة دي. قال لي طيب مش شاكك في حد تاني؟ قلت له دخلي العشيق دلوقتي، وفعلا دخلهولي، كان مرتبك جدا، هديته وقلت له خلاص انا مش بغير كلامي ومحدش هيعرف الموضوع اللي كان بينك وبينها، بس انا عايز اعرف منك شوية معلومات. هدي وقال لي اتفضل. قلت له هي القتيلة كانت ماسكة على حد حاجة او بتهدد حد بحاجة او كان في اي مشكلة معاها في الشغل؟ بصلي كده وقال لي القتيلة كانت شغالة في العقارات وكانت دايما في حالة صراع، واه كانت بتهدد ناس وفي ناس بتهددها واغلبهم كانوا ستات. قلت له اه، تعرف حاجة عن الناس دي او تتخيل ان ممكن حد يخلص عليها بالطريقة دي منهم؟ قال لي لا معرفش بصراحة بالظبط التفاصيل، لكن يتهيألي انه كان في واحدة اسمها أميمة دي زميلتها في الشغل، ويتهيألي انه منار القتيلة قالت لي قبل كده انه أميمة حط عينيها على المدير والمدير معجب بمنار القتيلة. ابتسمت وقلت له اه شكرا وسبته يطلع. دخل احمد وقال لي ايه، تحب نستجوب أميمة دي كمان؟ سكت ومرضتش اعلق عليه، وقلت له مين من الرجالة اللي كانت متجوزاهم بتجوز حاليا؟ هو فهم ان انا مش عايز اجاوب على سؤال عن أميمة، وقال لي التلاتة متجوزين. قلت له تمام، هاتهم واستجوبوهم. قال لي وانا مش عارف ليه حاسس ان انت عرفت المجرم. قلت له هو كان واضح، واضح جدا، ما تنساش تجيب مرات العشيق وبهات أميمة بالمرة، وعايزك تستجوب لي الخمس ستات بنفسك لحد ما تعرف بالظبط مين فيهم اللي قتلت، وما تنساش تضغط عليهم كويس عشان نعرف فين أداة الجريمة، لأن لحد دلوقتي احنا لسه معرفناش الأداة ولا هي فين. قال لي طب ما انت عارف مين اللي عملت الجريمة دي، ليه عايز نستجوب الخمسة؟ قلت له لأن كل واحدة فيهم هتكشف لك سر، ومش كفاية ان انا بس اللي عارف، انا عايزك انت كمان تعرف مين اللي عملت الجريمة دي، مين اللي قتلت. وفعلا احمد سمع كلامي وجاب مرات اول طليق للقتيلة، كان اسمه ابراهيم، راجل شغال في الديكورات، راجل محترم، بس كان متجوز واحدة
هي بان عاقله بس ما كانش عندها اي ثقه في نفسها، ودايما كانت بتشك فيه، وده كان واضح جدا عليها مع انها كانت جميله. احمد كان بيحقق معاها وانا قاعد قدامها بتفرج، ولاحظت حاجه ان هي مش فارق معاها اصلا الست ماتت ولا لا، كل اللي فارق معاها هو جوزها كان بيكلمها، وده كان واخد كل تركيزها لدرجه ان هي كانت كل شويه بتسال احمد اسئله من بتاعه غيرة النسوان، ولقيت احمد بيقول لي الست دي ممكن. ابتسمت وسكت، ودخل الست التانية مرات طريق القتيلة التاني، سيدة أعمال قوية جدا، حادة في شخصيتها وطبعها، واضح جدا ان هي مش سهل حتى في طريقة الردود، والوحيدة اللي طلبت فيهم ان هي ما تتكلمش غير في وجود المحامي بتاعها، مع ان احنا ما كناش موجهين لها اي اتهام. ولقيت احمد بيقول لي ودي كمان ممكن تقولي يعني، قال لي عشان طلبت المحامي، لو هي واثقة ان مفيش حاجة عليها هتطلب المحامي ليه؟ قلت له تمام. هات التالتة. التالتة دي بقى كانت داخلة بالسبحة، ست متدينة، ست بيت، مختلفة عن الستات التانيين خالص، هادية، بس كل كلامها ان اهم حاجة عندها في حياتها هي بيتها وجوزها، وان القتيلة كانت الزوجة التانية، وكانت مجرد نزوة في حياة جوزها وانتهت، وكانت حادة جدا في كلامها، وهي بتقول انه القتيلة دخلت في وقت هي كانت مهملة فيه، بس دلوقتي هي مستحيل تسمح بتكرار الغلطة دي تاني. احمد بصلي وقال لي تنفع؟ قلت له استنى استنى، ده لسه في اتنين تاني. قال لي طيب. ودخل اميمة، كان عندها تقريبا 46 سنة، جميلة جدا، ما تقلش جمال عن القتيلة، بس واضح جدا ان هي كانت متغاظة جدا من القتيلة، كل كلامها كان بيدور ان القتيلة كانت بتسعى ان هي تاخد منها اي حاجة، حتى العمولات بتاعت الشقة اللي بيبيعوها، واضح ان كانت العلاقة بينها وبين القتيلة ما فيهاش اي ود خالص. وفي وسط كلامها قالت كلمة ان هما كانوا متعودين ينتقموا من بعض. احمد عينيه برقت قوي، بصيت له وابتسمت. واخيرا دخلت مرات العشيق استاذة سهير، سألها احمد ايه رأيها في القتيلة، قالت له ان هي ما كانتش تعرفها كويس، وان هي مش فاضية اصلا لانها تتعرف على حد من سكان العمارة، وما بتهتمش بفكرة انها تتعرف على الجيران، بس لاحظت اكتر من مرة ان القتيلة ست مش محترمة. ولما سألها احمد ليه بتقولي كده، انت شفتي حاجة عليها، قالت له اصلي ما فيش ست محترمة تحط الملابس الداخلية وبالذات المغرية على حبل الغسيل في المنشر عادي كده يعني قدام الناس، وان ده لفت انتباهها اكتر من مرة، ولفت انتباهها الالوان، وان الست دي كانت بتتعمد احيانا انها تحط ملابس داخلية باللون الاحمر الناري. احمد شكرها ولا هتستنى بره، بصلي كده وقال لي انا استجوبت الخمسة، بس بصراحة شايف ان الاربعة الاولانيين هم اللي ليهم قيمة، لكن الاخيرة دي ما اعتقدش، خاصة انها ما تعرفش اللي بين القتيلة وبين جوزها، وما عندهاش مبرر ان هي تقتلها بالبشاعة دي، والعلاقة بينهم كانت ضعيفة، فما اعتقدش ان تكون هي. ابتسمت وقلت له طيب مين فيهم بقى اللي ممكن تكون دبرت الجريمة دي ونفذتها بالبشاعة دي؟ بعد ما احمد خلص التحقيقات سألته في رأيك مين اللي قتلت في الخمس ستات، قال لي مش عارف بس اكيد مش اخر واحد. قلت له بص يا احمد في خيوط الجريمة كويس، اول حاجة المجرم كان عايز يخلينا نعتقد ان الجريمة لها علاقة بالسحر والدجل، وده يخلينا نشك في الست مرات الطليق التالت لانها ست متدينة وليها علاقة بالجو ده، وكان واضح طبعا ان هي متأثرة وبتصدق في الدجل والاعمال، وعندها كمان الدافع اللي هو ان هي عايزة تحافظ على بيتها وجوزها، وان القتيلة سرقت منها جوزها قبل كده، بس الست دي ذكية ومش هتسيب لينا اثر يشاور عليها، فهي مش اللي قتلت. بصل احمد وقال لي طب مين؟ قلت له خدت بالك من الفاظ الست الاخيرة اللي انت استبعدتها؟ الست دي قالت انها كانت مركزة في الملابس الداخلية للقتيلة، وفكرة الغيرة الانثوية موجودة، وكمان في دافع خيانة الزوج، هي بتحاول تتظاهر انها ما تعرفش الجيران وما تعرفش حد، وكمان بتحاول تبين لنا انها ما كانتش اصلا تعرف ان جوزها بيخونها. بس يا ترى ايه السبب في رأيك اللي ممكن تخليها تركز في غسيل جيرانها، وهي على حسب ما قالت برضو ان هي ملهاش علاقة بحد؟ اكيد الست دي كانت بتشك في جوزها. واميمة الست اللي العشيق لفت نظرنا ليها وهو اللي جاب سيرتها بالاسم، مع ان غريب
إن راجل يقول على واحدة في علاقة بينه وبينها إنها بتشاغل راجل تاني، فأكيد المعلومة دي ما خدهاش من القتيلة، لأن صعب الراجل يكون بالتركيز ده لدرجة إنه يفتكر كمان اسم صديقة في الشغل إلا لو في صلة تاني. وغير إن هو صعب برضه إن ست تقول لعشيقها إن في راجل هي بتشغله زي ما قال. وده يخليني أبقى متأكد إن الراجل ده سمع اسم أميمة في حتة تاني ومن حد تاني غير العشيقة المقتولة. وخد بالك إن سن أميمة تقريبا هو سن مراته، وده مخليني شاكك في حاجة هقولك عليها بعدين. والست اللي طلبت المحامي دي كمان احنا ما قلناش ليها اي حاجة تخليها تطلب محامي، ده مجرد استجواب روتيني في حالة ناقصة في القضية دي، وحلها عند العشيق. طلبت من احمد ان هو يستدعي العشيق تاني، وجه وساعتها سألته لو كان في علاقة تربط بين مراته وبين الباقيين، ورد في اندهاش انهم اصحاب وكانوا شلة واحدة في الجامعة، الست اللي طلبت المحامي وأميمة ومراته. بصيت لاحمد وقلت له كده وضحت الجريمة. قال لي مش فاهم حاجة، ايه اللي واضح بالظبط؟ قلت له اللي نفذ الجريمة تلاتة، أميمة كانت عايزة تزيح القتيلة من وشها فقالت لصاحبتها على خيانة جوزها وهي اساسا كانت بتشك فيه، والست اللي طلبت المحامي كانت اكيد عارفة من جوزها الامور الداخلية لبيت القتيلة وتصديقها في السحر والاعمال، بس اللي ناقص نفهمه ايه علاقة الست اللي كان معاها السبحة بالجريمة. بصيت لاحمد كده وقلت له استدعيلي الست مرات الطريق الاول اللي كان شغال في الديكورات. بصلي بندهاش كده وقال لي دي ملهاش علاقة، دي ابعد واحدة. قلت له هاتها بس. وفعلا دخلت وهي مرتبكة، قلت لها احنا عرفنا كل حاجة وده وطرها اكتر. قلت لها قوليلي اللي تعرفيه واعتبرك شاهد ملك. قالت لي انا كنت خايفة على احمد جوزي، القتيلة كانت ست ملعب وكانت مراته الاولى، وكنت مرعوبة انها تقرب منه تاني، فكنت متابعة أخبارها، ولما كنت بعرف إنها اتجوزت كنت برتاح واحدة، بس كل مرة كانت بتتطلق فيها كنت برجع اترعب أكتر من الأول، وفضلت متابعة الستات اللي اتجوزوا الرجالة اللي بتتطلق منهم، وكنت بحاول أتعرف عليهم عشان أطمن وأعرف أحافظ على جوزي. وهند سيدة الأعمال في يوم شكت إن جوزها ممكن يكون على علاقة بمنار القتيلة، فكلمتني وقالت لي منار بتدور في دفاترها القديمة. قلت لها انا كمان قلقانة من الموضوع ده. قالت لي مش هنرتاح من الهم ده الا لو خلصنا منها. قلت لها يا ريت تغور في داهية دي شطانة. قالت لي يبقى نغورها. وبعدين سابتني فترة واتصلت بيا وقالت لي انها مش قادرة تعيش كده ومش مرتاحة. قلت لها في ايه؟ قالت لي منار رجعت تكلم كل جوازنا، صاحبتها أميمة سمعتها وقالت لها كده. قلت لها وهنعمل ايه؟ قالت لي عندي الحل، بس قوليلي بالظبط تفاصيل الست اللي اتجوزت الرجل التاني اللي طلق منار. وفعلا قلت لها كل حاجة عرفها، انها كانت بتشك في ان منار عاملة عمل لجوزها وكانت خايفة منها جدا، وبالذات انها سرقت منها جوزها اول مرة بس، ودي كل حاجة عرفها والله. قلت لها شكرا جدا. بصيت لأحمد وقال لي هنعمل ايه؟ قلت له هند هتحاول تتخلص من أداة الجريمة، بس لأنها ما عندهاش خبرة هتخاف ترميها في أي حتة، وهتكون عايزة أدوات الجريمة تكون قدامها طول الوقت، في الغالب هتكون دفناها في جنينة الفيلا. بصلي كده أحمد وقال لي طب اشمعنى هند هي اللي تكون محتفظة بالأدوات؟ ليه مش مرات العشيق؟ قلت له لأن مرات العشيق في الغالب هتخاف إن جوزها يكتشف الجريمة لو شاف الأدوات، وما عندهاش مكان تاني تقدر تخبي فيه، غير إن هند زي ما أنت شفت ست مسيطرة مش هترضى حد أبدا يمسك عليها زل، ودي مش أي زل، فأكيد هي اللي خبتها. هتلاقي الأدوات زي ما بقولك في جنينة الفيلا. أحمد خد القوة وطلع فعلا على جنينة الفيلا ولقى هناك اللبس والسكينة، وكان اللبس موجود لستين ومتغرق بالدم، وبكده اتحلت القضية. هند ومرات العشيق قتلوا منار بدفع الغيرة على جوازهم، وأميمة هي اللي حرضت على الجريمة دي عشان تخلص من منار وفي نفس الوقت تفوز بالراجل اللي عينها منه، وحاولوا يلبسوا الجريمة لمرات الطليق التاني عشان يبعدوا عنهم الشبهات، وخاصة ان هم كانوا عارفين ومتأكدين ان مرات الطليق التاني بتكره منار عمى لان هي خطفت جوزها قبل كده، وكانوا متأكدين ان احنا اول ما هنلاقي شوية الطلاسم اللي كانوا حاطينها هنتهم الست دي. ولقيت منار واقفة قدام مكتبي وبتشاورلي، وواضح عليها ان هي كانت مرتاحة واختفت وما شفتهاش تاني.
من القاتل؟ حلقة القضية. كنت الساعة تقريبا دخل على 5 العصر، ولقيت احمد داخل مفزوع وبيقول لي يا هاشم بيه الحق، في مصيبة حصلت. قلت له مالك بس، اهدى، في ايه؟ قال لي في جريمة كبيرة جدا حصلت. قلت له طب اهدى شوية واقعد واحكي لي التفاصيل. قال لي مفيش وقت، لازم نوصل قبل الصحافة. بصيت له باستغراب كده وقلت له الصحافة ايه علاقتها بالحكاية؟ قال لي الجريمة دي مش عادية، دي اغرب جريمة ممكن تكون حصلت في البلد. قلت له في ايه؟ قال لي تعالى شوف بنفسك. اتحركنا سوا، ولما وصلنا كانت الشقة في الدور التاني. لقيت راجل جسمه مدلدل من البلكونة ومربوط من راسه بحبل وعريان، واضح ان حد شنقه. بصيت لاحمد وقلت له هي دي الجريمة؟ قال لي دي جزء من الجريمة، تعالى بص. وطلعنا، اول ما انفتح باب الشقة لقيت بركة من الدم مغرقة الصالة. قلت له كده اكيد في جثة تاني. قال لي لا، ما ده اللي خلى الجريمة غريبة جدا. قلت له ايه؟ قال لي الدم ده دم الجثة المتعلقة. بصيت له كده وقلت له قصدك ان حد صفى دمه وبعدين شنقه؟ قال لي اه، ده بالظبط اللي حصل. فضلت ابص على مكان الجريمه ولقيت اثار خرطوم نقل الدم، وده معناه ان الشخص اللي عمل كده له علاقه بالطب. رفعت راسي وسالت احمد هو المجني عليه كان شغال ايه؟ قال لي انه دكتور احمد سالم، دكتور نسا مشهور، ومتجوز من دكتوره كوثر عثمان، دكتوره الجراحه والمناظير. قلت له وطبعا الشقه اللي احنا فيها دي شقه العك؟ قال لي حاجه زي كده، الدكتور والدكتوره كانوا مشترين الشقه وكل شوية حد منهم يجي يبص عليها. قلت له تمام، ودخلت بصيت على الأوض وكانت الدواليب فاضية، وواضح إن محدش استخدمها من وقت. دخلت الحمام ولقيت ورا باب الحمام قطعة ملابس داخلية حريمي مرمية، واضح إنها مش نظيفة. بصيت لأحمد وقال لي دي أكيد خرقة بيمسحوا بيها أو أي حاجة. قلت له مش واخد بالك من خامة القطعة دي؟ وغير إن التطريز اللي عليها واضح جدا إنه شعبي، وما أعتقدش إن في ست بتستخدم النوع ده لحد دلوقتي، وخاصة لو دكتورة. بصلي وقال لي قصدك ايه؟ قلت له هيبان دلوقتي كل حاجة. الست الدكتورة طبعا عرفت ان جوزها اتشنق. قال لي اه عرفت، وكانت في العمليات وسابت العملية وجاية. بصيت له كده باستغراب وقلت له ماشي تمام. وقلت له طبعا احنا في منطقة جديدة فما فيش جيران نسألهم، والبواب اللي تحت ايدك والارض طبعا. قال لي اه، البواب ما كانش موجود، ولما رجع اتفاجئ بالجثة واتصل بالشرطة على طول. الجريمة فعلا كانت بشعة، والشخصية تعتبر مهمة، وواضح ان اللي نفذ الجريمة كان عايز يقتل الدكتور ببطء، لان تصفية الدم دي مش هتقل عن 3-4 ساعات، وده معناه ان القاتل كان متأكد ان محدش هيقطعه ويجي، وكمان عنده خبرة في الطب، والاهم ان كان عنده موضوع عايز يتكلم فيه مع الدكتور وعايز يعرف منه الحقيقة. واسلوب القتل ده فيه انتقام شديد ورغبة في انه يشوفه بيموت بالبطيء، وكمان اعصاب المجرم قوية جدا ومتعود يتعامل مع الدم. ولقيت احمد بيقول لي ده كأن الخيوط كلها بتقول ان الدكتورة هي اللي قتلت. قلت له فعلا الخيوط بتقول كده، بس مش كل حاجة بنشوفها بتكون هي الحقيقة. في الوقت ده وصلت الدكتورة، البرفان بتاعها عبى المكان، كانت لابسة جيبة يدوب فوق الركبة، كانت ست شيك جدا وجميلة جدا. فضلت ابص لها في هدوء، ولاحظت ان الدكتورة صعب تكون جاية من اوضة العمليات بالبرفان ده، وده كان اول سؤال ليا. ردت في ثقة جديدة انها معاها البرفان في العربية. قلت لها بس شعر حضرتك مش متسرح كويس، هو انت نسيتي تاخدي فرشة في العربية؟ ارتبكت وحسيت ان هي توترت. قلت لها كمان حضرتك مش ملاحظة انك نزلتي بسرعة فهدومك مش متزبطة وفي قطع هدوم نسيتي تلبسيها؟ قالت لي قصدك ايه؟ قلت لها لبسك ضيق جدا ومفيش اي علامة الملابس داخلية فيه، حضرتك كنت في اوضة خاصة مش اوضة عمليات. لسه هتزعق؟ قلت لها بصي مستحيل دكتور يسيب عملية ويجي جري لأي ظرف، والاهم من كده مفيش ست جوزها متوفي هتحط برفان وهي جاية. من الاخر انت بتخوني جوزك مع حد في المستشفى، ولما جالك التليفون ارتبكتي وجريتي بسرعة. لقيتها انهارت وقالت لي ابوس يدك، بلاش الكلام ده يتقال قدام حد. قلت لها اطلعي بره، مش محتاج حضرتك دلوقتي. احمد بصلي وقال لي انت استبعدتها ولا شكك فيها ولا ايه؟ قلت له لا ده ولا ده، هي ممكن تكون راحت لعشيقها عشان تهدي اعصابها بعد ما عملت الجريمة، وفي نفس الوقت ممكن تكون هي ما تعرفش اللي حصل واتفاجئت واحنا جينا في وقت غلط، ولانها متوترة زيادة ومش عارف اقرا لغة جسدها فقلت لها تطلع بره. بس على العموم في الجريمة دي في طرف لسه مش ظاهر، في ست شعبية كانت على علاقة بالدكتور،
أكيد يعني أنت شايف الست مراته، مستحيل تكون صاحبة الملابس الداخلية اللي لقيناها، وواضح إن الدكتور كان بيحب يحدق برضه، ولقيت عسكري داخل علينا فجأة وقال لنا إنه لقي كاميرا مستخبية في أوضة النوم، ولما فرغنا الكاميرا اكتشفنا إن الدكتور كان على علاقة بتلات ستات متكررين وأكتر من ست تاني، بس ما جمعوش بيهم أكتر من علاقة واحدة، وكان مصور كل ده ومخزن كل الفيديوهات على اللابتوب بتاعه، وكل واحدة عامل لها ملف باسمها، والتلات ستات دول كان في ليهم فيديوهات كتيرة جدا. أول واحدة فيهم كان عندها 29 سنة، اسمها سميحة، شغالة عند الدكتور ممرضة، والتانية كانت مدام إحسان، متجوزة الدكتور خالد دكتور الأوعية الدموية، والتالتة كانت مدام هبة، ست تقريبا في بداية الأربعينات، جميلة جدا، وجوزها مسافر بره بيشتغل في الخليج وما كانش بيجي كتير. ومدام هبة كان معاها 4 أطفال وآخرهم طفل من 4 سنين. أما مدام إحسان كانت أم لطفلين بس، واحد منهم عنده 2 سنين. لما قال لأحمد الكلام ده بص لي كده وقال لي طبعا أكيد حضرتك عرفت مين القاتل. بصيت له كده وقلت له استنى شوية، احنا بس دلوقتي عرفنا الملابس الداخلية بتاعت مين بالظبط، لكن لسه الجريمة دي لسه ليها أبعاد تاني. قال لي بتفكر في ايه؟ قلت له احنا محتاجين نعرف مدام هبة جوزها دلوقتي في مصر ولا لا، وعايزك تستجوب سميحة وهبة وإحسان، وياريت لو تقدر تجيب دكتور خالد كان فين بالظبط في التوقيت بتاع حدوث الجريمة. بص لي كده وقال لي انت قصدك ان الجريمة دي ممكن يكون اللي عملها واحد من جواز الستات اللي الدكتور كان بينام معاهم؟ قلت له وارد جدا، لسه الجريمة ما وضحتش بالكامل، لسه في حاجة ناقصة. وفي اللحظة دي وانا بتكلم مع احمد شفت القتيل كان واقف قدامي، ولقيته بيشاور على الأوضة بتاعت النوم. دخلت قلت لهم فتشوا الأوضة دي كويس، ولما فتشوها لقوا ان القتيل كان حاطط مايكات جنب السرير عشان يسجل الصوت واضح، ولما فرغنا التسجيلات سمعنا صوت حد بيتكلم مع القتيل. الصوت ما كانش واضح قوي، بس فهمنا ان القاتل كان بيسأله انت علاقتك بمراتي وصلت لحد فين. دي الجملة الوحيدة اللي عرفنا نطلعها من التسجيل كله، لانه ما كانش واضح قوي لان الجريمة حصلت بعيد عن المكان اللي كان الدكتور حاطط فيه المايكات. بص لاحمد وقال لي يتهيالي كده الجريمة وضحت، في الغالب هيكون يا جوز هبة يا جوز مدام احسان. قلت له طبعا انت شاكك في دكتور خالد دكتور الاوعية الدموية جوز مدام احسان، هو اكتر واحد هيكون خبير في ان هو يصفي دم الضحية بالمنظر ده، بس هو انت متخيل ان في دكتور هيبقى بالغباء ده يسيب دليل واضح جدا وضوح الشمس يشاور عليه؟ والاهم من كده انه لو هو ليه ما حذفش الفيديوهات بتاعت مراته؟ والاكيد لو الدكتور هو اللي عامل كده يبقى هنلاقي جريمة تاني. بص لي احمد وقال لي مش فاهم، قلت له دكتور خالد ملوش علاقة بالجريمة دي. قال لي اشمعنى؟ قلت له لان دكتور خالد لو ليه علاقة بالجريمة دي كان هيقتل مراته هو كمان، وكان هيشيل كل الادلة اللي بتشاور عليه زي الفيديوهات. بص لي احمد كده وقال لي ما هو ممكن ما يكونش عارف ان في فيديوهات اصلا. قلت له ده وارد برضه، بس ما اعتقدش ان دكتور خالد هو اللي عمل الجريمة دي. قال لي يعني تحب نستبعده؟ قلت له لا طبعا لازم تجيبه وهنستجوبه هو كمان ونشوف هو يعرف ايه بالظبط، في الغالب هيكون هو صوته اللي بيتكلم مع الضحية. وفعلا احمد جاب المشتبه فيهم. دكتور خالد اول ما جه وقعد قدامنا كان بيترعش وقال انه كان شاكك ان في علاقة ما بين القتيل وما بين مدام احسان، ولما كلم القتيل قال له ان هو قاعد في الشقة دي فرح له وشدوا هما الاتنين في الكلام، بس القتيل اكد له انه ما كانش في حاجة بينه وبين مدام احسان غير ان هو الدكتور بتاعها، وخالد خد بعضه ومشي. احمد بصلي وقال لي هو انت مصدقه؟ قلت له استنى شويه لسه. دخل لي مدام احسان وسالتها هو انت تعرفي حاجه عن ان القتيل كان بيصورك؟ انهارت وفضلت تبكي وحلفت ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه وانها اتصدمت وما كانتش فاكره ان هو بالوساخه دي، وفضلت تترجانا ان احنا ما نجيبش سيره الكلام ده عشان ما نخربش بيتها. قلت لها اتفضلي وطلعتها بره. واحمد بصلي كده وقال لي انت مصدقها؟ قلت له استنى شويه هات لي مدام هبة. ولما دخلت مدام هبة كانت مرتبكة جدا وقالت لي بعد اذنك ممكن اتكلم على انفراد؟ قلت لها احمد محقق زيي والكلام اللي هتقوليه في الاوضة دي مش هيطلع. قالت ان هي كانت فعلا على علاقة بالدكتور القتيل والعلاقة دي من سنين، وان ابنها الرابع مش من جوزها لكن ابن الدكتور، بس هي ملهاش علاقة بقتله نهائي وحاولت تنفصل عن الدكتور ده اكتر من مرة
لكن لأن جوزها مسافر ما كانش فيه أي حل قدامها تاني، وخاصة أن الدكتور كان ستر وغطى عليها. سألتها إذا كان جوزها يعرف أي حاجة عن موضوع أن الابن الرابع ده مش ابنه، قالت لي أن هي ما قدرتش تنزله لأن جوزها فرح جدا لما عرف أن هي حامل في الرابع، وهو كان موجود في وقت ما هي حملت، وعشان كده ما قدرتش تتصرف فيه. ولما دب في الواد الروح في بطنها خافت أن هي تنزله، وأن الدكتور نفسه ما كانش يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. قلت لها تمام، بس انت بتعترفي لنا ليه بالموضوع ده؟ قالت لي لان انا متاكده ان انت هتعرفه. قلت لها وعرفت ازاي؟ قالت لي لاني من شهر فات اكتشفت ان الدكتور بيسجل كل حاجه، وانه حاطط كاميرات في المكان اللي كنا بنتقابل فيه، وانه مصورني. قلت لها وعملت ايه طيب لما عرفت الكلام ده؟ قالت لي اتخانقت معاه خناقه جامده جدا، ويومها اقسم لي انه هيحذف كل حاجه، وفعلا حذف قدامي حاجات، بس انا كنت واثقه ان عنده حاجات تاني كتير، وعشان كده ما رحتلوش تاني. قلت لها تمام، فعلا الفيديوهات بتقول ان انت ما روحتيش، ليكي تقريبا شهر، وحلفت ان هي ملهاش علاقة بقتل الدكتور نهائي. قلت لها اتفضلي. ولما طلعت احمد بصلي كده وقال لي انت مصدقها؟ قلت له استنى لسه لما نشوف جوزها. دخل جوزها وكان اسمه استاذ عبد السلام مهندس، وكان مستغرب ايه علاقتهم بالجريمة. سألته وقلت له هو حضرتك ما كنت شاكك في اي حاجة بين الدكتور القتيل ومراتك؟ رد وقال لي مراتي بتتابع عنده زيها زي اي حد يعني. قلت له تمام، مفيش اي حاجة تاني؟ قال لي لا طبعا، ايه يعني هيكون بينهم عيانة ودكتور؟ قلت له تمام. حضرتك هنا تقريبا من قد ايه؟ قال لي انا موجود في مصر تقريبا ليا 3 شهور. قلت له تمام، العلاقة بينك وبين المدام مستقرة؟ قال لي طبيعية طبعا، هو حضرتك بتسأل ليه؟ قلت له مفيش اي حاجة، بس التحريات بتقول ان حضرتك ليك شهر ونص سايب المدام عند اهلها. قال لي عادي، خلافات زوجية عادية. قلت له بس احنا لما سألنا المدام عرفنا ان هي مش عارفة السبب. بصلي كده وقال لي تعبان نفسيا شوية، والعيال والمدام بيعملوا لي دوشة، وانا عايز ارتاح، انا جاي هنا اجازة، عايز افصل دماغي من الشغل والدوشة واللي انا كنت فيه. قلت له تمام اتفضل. ولما طلع احمد بصلي وقال لي ايه؟ قلت له مفيش. قال لي يعني ما استنتجتش اي حاجة؟ قلت له لسه. بصلي احمد كده وقال لي طب تحب دلوقتي ادخلك المدام ولا سميحة الممرضة؟ قلت له المدام ملهاش لازمة دلوقتي بالنسبة لي، دخلي سميحة الممرضة. اول ما دخلت كانت بتحاول تبين ان هي جامدة وان اعصابها حديد. سألتها انت علاقتك بالدكتور وصلت لحد فين؟ قالت لي انها كانت علاقة عادية زي اي ممرضة ودكتور. قلت لها ان احنا لقينا الفيديوهات. اتصدمت وتوترت في الوقت ده، وكان واضح جدا ان هي اول مرة تعرف ان الدكتور كان بيصورها. وقالت لي انها كانت متجوزة الدكتور عرفي، وطلعت من شنطتها ورقتين العرفي. قلت لها مش غريبة شوية ان هو يكون سايب معاكي الورقة بتاعته؟ قالت لي هو عمل كده عشان يطمني اكتر، وانا السكرتيرة بتاعته كان معايا كل حاجة، انا مش بس الممرضة بتاعته. قلت لها طب وانت ما كنتيش عايزه تتجوزي رسمي؟ قلت لي انا كنت بحب الدكتور وكنت مقدره ظروفه، وكنت عارفه ان الدكتوره ما كانتش مريحاه. قلت لها تمام طيب. ولقيت احمد بيبص لي بيقول لي اكيد حضرتك عرفت دلوقتي مين هو القاتل. قلت له عرفته، بس عايزك انت كمان تعرف مين هو القاتل. وبعد ما احمد استجوب كل المشتبه فيهم سالته في رايك مين ممكن يكون القاتل؟ رد عليا انا شاكك في دكتور خالد. بصيت له كده ليه طيب؟ قال لي لانه كان شاكك في مراته، وكان في مشادة بينه وبين القتيل. قلت له كلامك منطقي جدا، بس دكتور خالد كان هيبقى مطمن منين ان محدش هيجي للقتيل في الوقت ده عشان يصفي دمه قبل ما يشنقه زي ما شفنا؟ والاهم دكتور خالد مش بالغباء اللي يخليه يسيب لينا دليل يشاور عليه بالسهولة دي. ما تنساش ان دكتور خالد دكتورة وعية دموية، واكيد هو راجل مثقف، وكان هيعرف على الاقل يعني ان التحريات المباحث هتثبت ان كان في علاقة بين القتيل ومراته، وساعتها هو هيبقى المتهم الوحيد، وكده يبقى كأنه بيسلم نفسه. وحاجة كمان تخلينا نستبعد دكتور خالد انه ما قتلش مراته لحد دلوقتي، لو هو متأكد انها بتخونه والوادها خرج عن السيطرة لدرجة جريمة بالبشاعة دي كان قتل مراته. بصلي وقال لي انت كمان كده بتستبعد استاذ احمد عبد السلام. قلت له الرجالة مش زي الستات،
وبالذات في قضايا الشرف بيكونوا معميين والغضب مسيطر عليهم، ونقطة التفكير بمنطقية بتكون مستبعدة شوية، لأن الراجل بطبيعته مندفع في غضبه. اللي بتخطط في الانتقام هي الست مش الراجل، ولو كان راجل اللي عملها كان على الأقل هنلاقي آثار كدمات في جسم القتيل. فالمجرم في القضية دي ست مش راجل، ولأن الجريمة صعبة على إن ست وحدها تنفذها، ففي الغالب إحنا قدام أكتر من مجرمة. بس اللي أحمد وقال لي قصدك إن أكتر من حد قتلوه؟ قلت له آه، بص للأدلة وبص للكلام اللي قالوه في التحقيقات. سماح الممرضة معاها ورقتين العرفي، وده شوية غريب. مدام هبة قالت إن هي كانت عارفة إن القتيل بيصورها وكانت مخلفة منه. مدام إحسان جوزها كان بيشك فيها، وده شيء بتعرف تميزه الست كويس جدا، وصعب يعدي على ست إنها تاخد بالها ان جوزها متغير او بيشك فيها. والاتنين مدام هبه ومدام احسان كانوا عارفين سماح بصفتها ممرضه للدكتور، وواضح ان الدكتور كان بيميل لسماح، والدليل احتفاظه بقطعه ملابسها وكمان انه يتجوزها عرفي، والاهم انه يسيب الورقتين معاها. وسهل جدا في عياده الدكتور يكون اتكون علاقه بين الزبونتين المستديمين، مدام إحسان ومدام هبة. وهبة شافت الفيديوهات لما الدكتور قال لها ان هو هيمسح فيديوهاتها، واكيد لمحت اسم مدام إحسان، وفي الاغلب هيكون الاتنين ستات اتفقوا عليه. وطبعا بسهولة جدا الاتنين ستات كانوا هيلاحظوا ان في علاقة ما بين الدكتور وما بين سماح الممرضة، وعشان كده اختاروا يموتوه بالطريقة البشعة دي. اولا عشان التهمة كانت هتتوجه يا إما المدام كوثر مراته على أساس إن هي دكتورة جراحة ومناظير، أو لسماح الممرضة على أساس إنها برضو ليها علاقة بالدكتور وكمان ليها في المجال الطبي. وثانيا هم حاولوا يطولوا فترة موته عشان يعرفوا منه معلومات عن أماكن الكاميرات وفين بالظبط الفيديوهات اللي صورها ليهم، وواضح ان الدكتور مرضيش يقول لهم، وكنوع من العصبية والانتقام شنقوه بالمنظر اللي انت شفته. وبكده تكون الجريمة اتحلت. لما اتبلغت بانهم لقوا جثتها اتحركت، واول ما وصلت لقيت احمد بيقول لي ما كانتش مستاهله يا باشا ان احنا نيجي بالليل، الحكايه كلها عيله صايعه ماتت اوفر دوز. بصيت له كده وابتسمت، قلت له لا سيبني بس اشوف الاول وبعدين نبقى نتكلم، وطلعت على السلالم بهدوء. كنت شايفها قدامي مستنياني عند باب الشقه، كانت بتبص لي. فهمت في اللحظه دي ان الجريمه مش بالبساطه اللي كان متخيلها احمد، وان في لغز وان موتها ما كانش عادي. دخلت الشقه ولقيت بنت تقريبا عندها 20 سنه مرميه في الصاله وقلع البنطلون، وفي سرنجه محطوطه في الوريد، وملامحها تقريبا كانت بتدل ان هي مدمنه. بس كان في حاجه غلط، ما كنتش مرتاح. قدمت على البواب وسالته انت تعرف البنت دي؟ قال لي استاذه سماح جت سكنت هنا تقريبا من 6 شهور وقالت ان هي طالبه. قلت له تمام، محدش جه يزورها في خلال ال6 شهور دي او حد سأل عنها حتى؟ قال لي لا يا باشا، من ساعة ما جت سكنت وهي كده. قلت له طب في بداية لما جت كانت العلامات اللي تحت عينيها دي موجودة وكان كل حاجة زي ما هي؟ قال لي اه يا باشا. قلت له تمام. لقيت احمد بيقول لي يتهيألي القضية دي مش محتاجة ان احنا نعمل تحقيق مع حد، القضية حل نفسها. قلت له البنت دي اتقتلت. بص لي كده وقال لي اتقتلت ازاي؟ هي قتلت نفسها، اما الحقنة اصلا متعلقة لسه في الوريد. البنت دي مبمنة وماتت زيادة في الجرعة اللي بتاخدها.
قلت له انت مش واخد بالك من حاجة غريبة؟ قال لي ايه؟ قلت له منظر البنت دي باللبس اللي هي لابساه يدل ان هي بسيطة، وطبعا زي ما انت شايف احنا في حي راقي والايجار هنا مش رخيص ابدا، والاهم من كده ان زي ما انت بتقول البنت دي مدمنة، يعني كانت بتصرف وبتصرف بعبط. منين هتقدر تجيب ايجار المكان ده؟ ده مش واخد بالك انه في حاجة غريبة ودي لسه طالبة؟ والاغرب ان هي مش مرافقة واحد، لان حسب كلام البواب مفيش حد بيجيلها، يعني البنت ما بعتش نفسها، وفي الغالب الكلام ده هيأكده الطبيب الشرعي ان البنت دي لسه بكر. في حاجة غريبة، البنت دي اتقتلت. بصلي كده وقال لي مش عارف، ممكن يكون عندك حق، ممكن تكون الجريمة بسيطة جدا، انه البنت دي كان معاها فلوس. في اللحظة دي قلت له بص، وخدته وقفنا قدام الجثة، قلت له شايف اللبس الداخلي بتاع البنت دي؟ مستوى اللبس ده ما بيستخدموش غير البنات الشعبية. الخامات نفسها، الخامة اللي انت شايفها دي مش قطن، ده بنسبة كبيرة عليه بليستر. غير ان البنت الميك اب اللي هي حطاه واضح جدا ان هي من بيئة شعبية وما بتعرفش تستخدمه صح. وخدته ودخلت اوضتها وفتحنا الدولاب، خليته يبص على الهدوم اللي محطوطة جوه الدولاب، ولقيته بيقول لي عندك حق. قلت له انا عايزك تعمل لي تحريات بسرعة جدا عن اهل البنت دي، وتعرف لي البنت دي قبل الست شهور اللي سكنتهم هنا كانت اخلاقها عاملة ايه، وكانت ماشية مع مين، وكل ده يجيلي بسرعة. وهو مشي عشان يعمل اللي انا طلبته منه، وانا فضلت مع الجثة لوحدينا وشفتها كانت بتتلوى وبتتعذب وجسمها كله مكسر ومش قادرة تتحرك، كانت مصدعة وجسمها مش متوازن، كانت كأنها بتدور على حاجة معينة، كانت حاسة بعذاب شديد، كان واضح عليها جدا علامات الإدمان. البنت دي جت هنا الشقة دي عشان تموت بالبطيء. وجي في دماغي سؤال، ندمت على البواب بسرعة وقلت له هي البنت دي دفع لك إيجار قد إيه بالظبط، ولا هي بتدفع شهر بشهر؟ بصلي كده وقال لي لا يا باشا، أستاذة سماح لما جت دفعت إيجار السنة الأولى مقدم. قلت له طيب يا ابني، وده أكد لي إن في حد كان بيخلص عليها بالإدمان وجابها هنا عشان يموتها بالبطيء، بس لغة جسد البواب بتأكد إنه كان صادق لما سألته هو في حد بيجيلها أو بيسأل عليها، وقال لا. في الوقت ده أنا قاعد أفكر، لقيت أحمد رجع وبيقول لي زي ما توقعت يا هشام باشا. قلت له إيه؟ قال لي اسمها سماح منصور، من أسرة متوسطة في الصعيد في كلية الآداب قسم علم اجتماع. السنة الأولى كانت طالعة بامتياز، في سنة تانية الترم الأول كانت طالعة بامتياز، الترم التاني كل المواد ضجيم. أصحابها بيقولوا إن هي كانت قدوة في كل حاجة، مثال للأدب والأخلاق والاحترام، وكانت في البداية عايشة في سكن طالبات وكان معاها 4 من زميلاتها. قلت له طيب عايزك تستدعي لي الأربع بنات اللي كانوا عايشين معاها، وفعلا استدعاهم. أول بنت كان اسمها شروق محسن، عندها 21 سنة من أسرة متوسطة، ولما سألناها عن سماح وضحت ان هي كانت بتحبها جدا وان علاقتهم كانت زي السمنة على العسل، وان هي دايما كانت بتسلفها، وان سماح ما كانتش بترد اللي كانت بتاخده. ابتسمت وسكت وخرجتها. والبنت التانية كان اسمها هند عثمان، برضو في نفس الكلية بس دي في سن سماح بالظبط. سألتها عن سماح وقالت لي ان هي لما جت من البلد جديد كانت مثال وقدوة في كل حاجة، وفضلت كده لحد ما في يوم قالت لها ان هي اعجبت واحد خالد احمد حسن، شاب في سنة رابعة نفس الكلية، وقالت لها ان هي بتحلم ان واحد زي خالد ده يبص لها وينجتها من الفقر اللي اهلها عايشين فيه، وان هي نفسها تتجوز من هنا وما ترجعش الصعيد عشان لو رجعت هيبقى مصيرها في واحد زي ابوها فلاح بسيط على قده، وهي نفسها تعيش عيشة تاني. قلت لها طيب. دخلت البنت التالتة، كان اسمها صباح احمد ابو العينين، في كلية تربية رياضة، سنها كان متقارب مع سن الضحية سماح، وعرفت منها ان هي كانت السبب في ان سماح تسيب البيت، لانها لاحظت ان في تغيرات ظهرت على سماح، زي ان هي ابتدت تشرب سجاير وابتدى يبان عليها علامات كده مريحتهاش، ولمحت لي ان هي كانت شاكة ان سماح بتاخد حبوب بس هي ما تأكدتش، وقالت لي ان هي دبت معاها خناقة كبيرة والخناقة دي انتهت بان سماح سابت لهم المكان. قلت لها طيب. ودخلت البنت الرابعة واللي كانت مرتبكة جدا، كان اسمها نادية اشرف، وكانت اقرب واحدة لسماح. اول ما دخلت قلت لها اهدي كده وقولي لي بالظبط
اللي انت تعرفي؟ قالت لي ايه؟ انا مش عارفه. قلت لها بصي، لو ما حكيتيش كل حاجه تعرفيها هلبسك دومه. وده زود ارتباك البنت جدا، خلاها تقول لي انه في شله في الجامعه سماح ابتدت تتعرف عليهم، او هما اللي سعوا يتعرفوا على سماح، هي ما كانتش متاكده، بس هي اللي كانت عارفاه ان الشله دي بنات مش كويسه، وشافت سماح اكتر من مره بتقعد معاهم. بصت لها كده وقلت لها مش كويسين ازاي يعني؟ قالت لي دول زي بلطجيه الدفعه، اي واحده مش عاجباهم الشله دي كانت بتعلم عليها، وعيال واخده قلم في نفسها قوي، ومعاملتهم مش حلوه، غير ان سمعتهم مش حلوه، وبيشربوا سجاير وليهم علاقات مش كويسه، وفي كافيه بيقعدوا عليه. قلت لها اه، وطلبت منها ان هي تكتب لي اسامي البنات دي في ورقه. وبعد ما خلصت قالت لي بس في حاجه كده انا مش عارفه المفروض اقولها ولا لا. قلت لها هي دي اللي انا منتظرها من بدري، قولي في ايه بالظبط اللي تعرفي. قالت لي ان سماح كانت على علاقه بواحد، هي ما كانتش تعرف هو مين بالظبط، لكن كل اللي تعرفه ان مامه الولد ده عرفت وهددت سماح، وسماح كانت خايفه منها جدا. وقالت لي ان الست دي قالت لسماح ان هي هتدمرها ومش هتسيبها. قلت لها تمام، وطلبت من احمد يجيب لي اللاستة بتاعت الاسماء اللي هي كتبتها. وبعد ما استدعناهم وقعدنا نحكي معاهم شوية، كلهم اجمعوا ان كان في خلاف ما بين سماح وما بين بنت اسمها رندا عيسى. البنت دي كانت متكبرة، وهم بيقولوا ان هي كانت من شلتهم، بس هم بعدوا عنها واختاروا سماح. والبنات بتقول ان هم عملوا كده لان اسلوب رندا كان زبالة معاهم، وخاصة لما قالت لهم يختاروا ما بينها وما بين سماح. وطلبت ان احمد ان يستدعي رندا، اللي اول ما وصلت كانت بتحاول تتظاهر ان هي جامدة وان هي ملهاش علاقة باي حاجة. قلت لها بصي هقولك على حاجة، انا اسهل ما عليا دلوقتي ان انا لبست جريمة قتل، يا تقولي كل اللي تعرفيه عن القضية. البت ارتبكت جدا وانهارت. في الوقت ده اعترفت ان هم شلة من 5 بنات، الشلة دي مسرحهم ديلر عشان يوزعوا المخدرات في الجامعة، عن طريق ان هم يتعرفوا على بنات جديدة ويحطهم على السكة، او ان هم يغووا الاولاد وفي نفس الوقت يعلمهم طريق المخدرات. بعد ما اعترفت بكل حاجة قلت لها وايه دور سماح بقى بالموضوع ده؟ قالت لي وهي مرتبكة، سماح في البداية كانت فريسة كنا حاطينها في دماغنا، بس مش عشانها هي، عشان خالد بيه. قلت لها اه، الواد اللي هي كانت ماشيه معاه. قالت لي بالظبط، بس سماح كانت ذكيه وذكيه جدا، ومحدش قدر يوقعها، ولما فشلنا هي كشفتنا وفهمت ان احنا بنوزع مخدرات في الجامعة، وان احنا بنقعد في الكافيه دوت كأننا شلة اصحاب، وفي نفس الوقت بنبيع المخدرات ومحدش بيحس بينا. قلت لها تمام، وهي عملت ايه بقى؟ قالت لي هددتنا، يا تشتغل معانا يا هتبلغ عننا. قلت لها وايه اللي يخليها تعمل كده؟ بصت لي كده وقالت لي يا باشا دي كانت كلبة فلوس. قلت لها تمام، ايه بقى سبب الخلاف اللي كان بينك وبينها؟ قالت لي هقول لك يا باشا، سماح اشتغلت معانا غصبا عن عين الكل، احنا كنا 5 بنات وكنا بنوزع الاموال علينا بالتساوي 20% لكل واحده فينا. قلت لها تمام. قالت لي لما دخلت سماح ما بينا في الاول كنا بنقسمها بالتساوي، لحد اما ابتدت تمسك زله على كل واحده فينا. قلت لها ايه زله؟ قالت لي اه، في منهم اللي هي صورته في علاقة مثلية. قلت لها شواز؟ قالت لي احيانا يا باشا عشان نبيع كنا بنعمل كده. قلت لها كملي كملي. قالت لي وفي مننا اللي هي ماسكة عليه فيديوهات دعارة. قلت لها ما ده اللي ناقص، ده انتوا شبكة متكاملة بقى. قالت لي لا يا باشا والله احنا بنبيع مخدرات بس، لكن اذا كان الشذوذ او الدعارة فده كان بيبقى نشاط فردي عشان نسلك البيعة، وكانت بتبقى حاجة سريعة وطياري، وفي الاغلب ما كناش بناخد عليها فلوس نهائي. قلت لها اه برافو عليك يا بنتي، كملي كملي. قالت لي اغلبنا كان متضايق، واتضايقنا اكتر لما سماح قالت لكل واحده فينا انها تاخد من نسبتها 5% تمن السكوت، والا الفيديوهات هتطلع، وده خلى طبعا نسبه سماح تزيد عن الكل.
وهي جد واحدة فينا، غير انه خلى كلمتها تعلى عن كل واحدة فينا. قلت لها تمام تمام، وده طبعا سبب كافي ان انتوا تخلوها تدمن وتموتوها بالبطيء. قالت لي لا يا باشا ما حصلش، احنا ملناش دعوة باللي حصل معاها. قلت لها تمام تمام، ورنيت الجرس على احمد، قلت له وديها للجهة المختصة بالاعترافات اللي هي قالتها. احمد بصلي كده وقال لي مش حابب نخليها معانا هنا؟ قلت له ملوش لزوم، البنت دي ما تعرفش اي حاجة عن جريمة القتل. قال لي طب انت دلوقتي مشتبه في مين؟ قلت له دلوقتي الخيوط تقريبا اتيقت شوية، يا اما اللي قتلوا البنت دي الاربع بنات اللي كانوا في المجموعة اللي بيوزعوا المخدرات وهي ماسكة عليهم حاجات، يا اما حد انا شاكك فيه. بصلي كده وقال لي مين بالظبط؟ قلت له احمد حسن يا مراته. قال لي ايه؟ قلت له احمد حسن رجل اعمال ومشهور بالوساخة، ومدام ريري عباس مراته معروفة برضه وسيدة اعمال، والبنت الغلبانة دي ما تاخدش في يدهم غلوة. قال لي بس دول لو عايزين يقتلوا البنت مش محتاجين يعملوا كل ده. قلت له اولا البنت كان معاها فلوس، البنت اختارت انها تسكن في مكان راقي، تالت حاجة لو هم فوروها بالطريقة المعتادة خبطة عربية او رصاصة او اي حاجة من دي ابنهم مش هينساها، لكن لو خلوها تبقى مدمنة ابنهم هيشوفها وهيستحقرها، وبكده يبقى هم فعلا قدروا يخلصوا منها. قال لي طب والاربع بنات؟ قلت له بص والاربع بنات موجودين برضو ومتهمين لسبب، ان هم سهل في ايديهم مجال المخدرات، وعارفين كويس تأثير البودرة، وعارفين ازاي يخلوا شخص يدمن، وفي نفس الوقت هم عندهم الدافع الكافي، لان سماح ماسكة على كل واحدة منهم زلة، وكانت برضو بتاخد منهم اتاوة عشان تفضل ساكتة. قلت له انده لي البواب ضروري دلوقتي. فعلا نده البواب وسألته هو استاذة سماح كانت بتنزل كل يوم ولا كل قد ايه بالظبط؟ قال لي ان هي في البداية كانت بتنزل كتير، وابتدت نزولاتها تقل لحد ما بقت تقريبا ما بتنزلش غير مرة واحدة بس في اليوم في ميعاد ثابت. سألته قلت له يا ترى هي بتغيب طيب ولا بترجع على طول؟ قال لي في البداية لما ثبتت الميعاد ده كانت تقريبا بتغيب شوية وبترجع دايخة وبتضحك، والصراحة كده بتعمل حركات مش ولا بد يعني في الشارع. قلت له اه قصدك يعني ان هي بتبقى واخدة حاجة؟ قال لي اه. قلت له تمام وبعد كده؟ قال لي لا بعد كده بتبقى راجعة بسرعة جدا وما بتطقش حد يتكلمها، كانت بتدخل شقتها وما تطلعش غير تاني يوم. قلت له تمام تمام. طلبت من احمد ان يشوف لي في المكان ده اذا كان في اي ممتلكات لاحمد حسن ومدام ريري عباس ولا لا، وبرضو يتأكد لي اذا كان الاربع بنات في اي واحدة منهم ساكنة في المنطقة دي ولا لا. وتقريبا ما فاتش ربع ساعة ولقيت احمد داخل عليا وبيقول لي احمد حسن عنده فيلا باسمه، هو ما بيزورهاش كتير لانها تقريبا فيلة الشقاوة، ومدام ريري عندها مكتب تقريبا بينه وبين هنا 10 دقايق. قلت له تمام. قال لي والاربع بنات فيهم واحدة اسمها الهام صبري واخدة شقة في المنطقة برضو بين المكان اللي اتقتلت فيه سماح وبين الشقة دي تقريبا ربع ساعة. قلت له الشقة دي واخدها تعمل فيها ايه؟ قال لي الهام شغالة في الدعارة. قلت له تمام. بصلي كده وقال لي انا متأكد ان انت عرفت مين اللي قتل. ابتسمت وقلت له المهم انت تكون عرفت مين بالظبط اللي قتله. وانا واحمد قاعدين دخل العسكري وهو بيقول ان تقرير الطب الشرعي وصل، قلت لاحمد يقراه، وكان فيه ان البنت فعلا بكر بس كان في جسمها نسبة من منوم وكمان نسبة عالية من الهيروين، والدكتور الشرعي كان كاتب ملحوظة في التقرير بتاعه ان هي كانت بتتعاطى الهيروين عن طريق الحقن في العروق والأوردة المستخبية، وبيرجح ان هي ممكن تكون ادمنت غصب عنها، وده بسبب نسبة المنوم اللي كان بينسحب من جسمها في الوقت ده. بصيت لأحمد كده وقلت له ايه رأيك؟ قال لي مش عارف يا فندم بس كده في الغالب الهام هي المتهم الرئيسي عندنا. قلت له احنا كده لازم نجيب الولد اللي كانت بتحبه القتيلة سماح. قال لي هو حضرتك بتشتبه فيه؟ قلت له لو كنت بشتبه فيه كنت استدعيته من بدري،
لكن انا عايز استدعيه لسبب تاني خالص. وفعلا طلبت استدعائه وخليته عندي في المكتب شوية، ورفضت ان المحامين يدخلوا. في الوقت ده زي ما انا توقعت، والدته انهارت برا ودخلت وطلبت انها تتكلم معاه على انفراد، وقالت لي ان ابنها ملوش دعوة باي حاجة، وان هي اللي دفعت فلوس لسماح عشان تبعد عن ابنها، وده كل علاقتهم بالموضوع، وان هي ما كانتش محتاجة اصلا تقتلها. قلت لها اهدي يا مدام، انا عايز اسألك سؤال واحد. قالت لي ايه؟ قلت لها الاتفاق ده كان بينك وبين الهام ولا بينك وبين سماح؟ بصت لي كده وقالت لي ايوه ده كان بيني فعلا وبين الهام. قلت لها كده صح، ممكن بقى تقولي لي الموضوع من الاول؟ قالت لي جات لي واحده صاحبتهم في الكليه وقالت لي ان في بنت ملعب بتلف على خالد. في الوقت ده ما اهتمتش شويه بالكلام وفضلت اتابع تصرفات ابني لحد ما اتاكدت فعلا ان في واحده بتلف عليه وان خالد اتدلق عليها. قلت لها تمام، وعملت ايه بقى؟ قالت لي كل اللي عملته ان انا جبت البنت دي تاني. قلت لها الهام؟ قالت لي اه. قلت لها تمام، وقلت لها صاحبتك تاخد كام وتبعد عن ابني؟ فالهام قالت لها ان سماح عايزه 500,000 جنيه وتسيب خالد بيه خالص. قلت لها تمام. قالت لي وديتهم لها وقفلنا الموضوع على كده، ملناش علاقه اصلا باي حاجه بعد كده. قلت لها اه، يعني ده كل حاجه؟ قالت لي اه. قلت لها ما انت عارفه ان خالد بيه مش سهل ان هو يستسلم ولا ينسى واحده بيحبها. قالت لي ما الهام قالت لي ان هي هتوريه بعينيه ان البنت اللي بيحبها دي مدمنه وانها بتنام مع الرجاله عشان تجيب تمن المخدرات. قلت لها تمام كملي. قالت لها ما اعرفش اكتر من كده. قلت لها يعني انت عايزه تقنعيني ان انت ما تعرفيش ان الهام هتدي منوم للقتيله سماح وهتبدا تديها جرعات من المخدرات عشان تنفذ لك طلبك؟ بصيت لي كده وقالت لي لا انا ما طلبتش منها حاجه، هي اللي قالت. قلت لها تمام تمام اتفضلي بره وانا دلوقتي عايز خالد بيه. ودخل خالد وقعد قدامي وهو مرتبك. بصيت له كده وقلت له ما تخافش، انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي الهام خلتك تشوفه. قال لي ان الهام اتقربت منه وفضلت تقول له كلام على سماح وهو كان رافضه تماما، لحد ما في يوم اتصلت بيه وقالت له على عنوان شقه وقالت له ان سماح نايمه مع واحد فيها. قلت له تمام، وانت طبعا رحت؟ قال لي في البدايه كنت خايف اروح، انا عارف ان الهام دي سمعتها مش كويسه واكتر من مره حذرت سماح من ان هي تتعامل معاها. قلت له تمام، يعني انت ما رحتش؟ قال لي لا، هي في الاول لما حست ان انا شاكك في كلامها قالت لي طيب استنى انا هبعت لك صوره. وفعلا بعتت لي فيديو مدته 30 ثانيه وسماح نايمه عريانه على السرير وفي راجل بيبوس فيها. قلت له تمام. قال لي انا ما كنتش مصدق اللي انا شايفه رغم ان انا شايفها، بس ما كنتش قادر اصدق الفيديو وكنت خايف يكون متفبرك واظلم سماح. قلت له طبعا رحت. قال لي رحت والهام فتحت لي الشقه. قلت له تمام، ولما دخلت كان الراجل في وضع جنسي عليها. قلت له اه كمل كمل، انا شفتهم واتكسرت خدت بعضي ومشيت. قلت له تمام، وريني الفيديو اللي انت بتقول ان الهام بعتته لك. وفعلا طلع من موبايله الفيديو واللي خليت واحد من العساكر عندي يبعته الخبير في لغه الجسد، وطلبت منه يحلل التعبيرات اللي ظاهره من وش سماح في الوقت ده واللي اكد ان سماح كانت تحت تاثير منوم. وطبعا من الفيديو قدرنا نتعرف على شخصيه الراجل اللي شافه خالد مع سماح واللي كان البواب، غندور البواب. استدعيته واول ما قعد قدامي كان هادي جدا وكان واضح عليه ان هو واثق ان مفيش حاجه تدينه، بس اول ما شاف الفيديو فضل يصرخ ويقول لي ماليش دعوه يا باشا، انا ما عملتش حاجه، والله ما جيت جنبها، والله ما عملت حاجه. قلت له اقعد بس اقعد كده وفهمني بالظبط ايه اللي حصل. قال لي ان الهام كانت ساكنه في العماره قبل كده وهو اتعرف عليها لان الزباين اللي كانت طالعه ونازله عليها كانوا بيظبطوه في البقشيش، وفي يوم راحت له الهام وقالت له ان هي عايزه تسكن واحده هنا وهو ما كانش عنده مانع وعرض على صاحب الشقه وفعلا سكنه سماح. قلت له تمام، ده اللي احنا عارفينه، ايه بقى الاتفاق اللي احنا مش عارفينه؟ قال لي ان الهام اتفقت معاه ان هي تدخل العماره وهو ما يخليش حد يحس بيها ولا يشوفها، ولو حصل حاجه في يوم من الايام يقول ان هو لا كان بيشوف حد بيجي لسماح ولا سماح بتروح لحد، وفي المقابل خد من الهام 50,000 جنيه. قلت له تمام، ايه بقى حكايه الفيديو ده؟ قال لي يا باشا في يوم من الايام لقيت مدام الهام بتتصل بيا وبتقول لي تعالى دلوقتي على الشقه بتاعتي، ورحت لها
اول ما دخلت لقيتها بتقولي اقلع كل هدومك وعايزك تلعب مع القطة اللي جوه، بس اوعى اوعى تضيعها، فاهم؟ قلت لها مش هعرف امسك نفسي، فطلعت 20,000 وحطيتهم في جيبي وقالت لي انت حر بس لو غلطت هتروح في حديد، انت فاهم؟ قلت لها طب وايه الهدف من الليلة دي؟ قالت لي مع انه ما يخصكش بس هقولك، البت دي معلقة زغلول وام الزغلول مش عاجبها العلاقة اللي ما بينهم فعايزة تطيرها، فهمت؟ قلت لها فهمت ودخلت عملت اللي شفته في الفيديو ده يا فندم. قلت له تمام. طيب انا عايز اعرف بقى اخر يوم في حياة سماح ايه اللي حصل فيه بالظبط. قال لي ست سماح نزلت في العادة زي كل يوم. قلت له تمام. قال لي بس كان جسمها ضعفان، كان واضح عليها جدا ان هي وصلت لمرحلة خطر. قلت له تمام. قال لي اليوم ده انا حسيت ان انا خايف عليها فسندتها ودخلتها اوضتي. قلت له تمام. كنت حاسس بالذنب تجاهها معرفش ليه، بس فجأة لقيت مدام الهام بتتصل بيا وبتقول لي هي ليه ما جاتش لحد دلوقتي. قلت لها ان هي وقعت وان انا سندتها ودخلتها الاوضة، شتمتني وقالت لي ان انا لازم اسيبها. وبيني وبينك يا فندم سماح كانت عاملة دوشة، يعني هي ما كانش فيها صحة وكانت دايخة مش قادرة تتحرك، بس ما كانتش بتسكت وصوتها عالي، وانا قلقت. بصيت له كده وقلت له قلقت دي معناها ان انت ما كنتش حاسس بالذنب تجاهها، انت كنت عشمان تكمل اللي انت ما قدرتش تكمله في الفيديو ده. بص في الارض كده وقال لي الشيطان وزني. قلت له كمل كمل. قال لي مفيش، سبتها وهي رجعت من عند ست الهام كانت مش مظبوطه. وبعديها تقريبا بساعه لقيت ست الهام بتتصل بيا وبتقولي تعالى، ولما رحت ادتني الابره جوه كيس وقالت لي دي كمان ساعه بالظبط وتطلع بيها لسماح، واوعى ايدك تمسك الابره دي، فاهم؟ قلت لها طب وست سماح لمؤاخذه هتمسكها ازاي؟ دي يدها بتترعش. بصيت لي وزعقت فيا وقالت لي ميكش دعوه، لو مسكتها هتروح في داهيه. قلت لها طيب. وفعلا خدت الابره وفضلت مستني، ولما جت الساعه طلعت خبطت على سماح، دخلتني طلعت الابره من جيبي وقلت لها ست الهام بعتلك دي، معرفش لقيتها فجاه بتنزل بنطلونها قدامي، ومره واحده طلعت الابره من الكيس وراحت ضربتها في المكان اللي انت شفتوه يا باشا، وقعت من طولها. بصيت له كده وقلت له طب وانت ايه حاولتش تسندها تساعدها تمنعها؟ قال لي امنع مين يا باشا، دول ناس كبار مع بعضيهم انا ما اقدرش عليهم، انا راجل غلبان على جد حالي. قلت له طيب اتفضل بره. واول ما طلع قلت لاحمد يتهيالي دلوقتي عرفت سماح اتقتلت ازاي، اللي اسمها الهام. سماح كانت ماسكه عليها شرايط وبتسلها بيها وبتاخد منها فلوس على كده، فطبعا الهام كانت عايزه تنتقم، راحت لام خالد وقالت لها على العلاقه اللي بينه وبين سماح، وطبعا زي ما شفت وقالت ام خالد ان هي ما صدقت حد هينهي العلاقه دي من بعيد عنها، وفي الغالب ام خالد ما كانتش تعرف الهام عملت ايه بالظبط، لان واضح جدا ان الهام دي كانت شايله ومعبيه. احمد بصلي كده وقال لي تحب نستجوب الهام باللي احنا عرفناه ده كله؟ قلت له هاتها دخلها. وفعلا دخلت واجهتها بكل حاجه وانهارت وهي بتصرخ وبتقول ايوه ايوه قتلتها. طول عمرها كانت فاكره ان هي احسن مننا، كانت محسسانا ان احنا زباله قوي وان هي الخضره الشريفه، كانت دايما بتحتقرني وتلاقي حلايا بالكلام. سالتها سؤال، انت ليه ما خليتيش البواب ينام معاها؟ بصيت لي كده وقالت لي انت مين قالك انه ما نامش معاها؟ هي حست ان هو نام معاها، حست ان هي وصلت لمستوى رخيص قوي، وده اللي انا كنت عايزاه، بس لو كنت سبت البواب يكمل كان بسهوله هيحاول يعمل ده مره واتنين وتلاته وعشره معاها، وكان هيفضحني، وانا كده كده ما كنتش عايزه منه غير ان هو يكسر عينها ويحسسها بالمستوى اللي هي وصلت له ويجيب مناخيرها الارض، وحبيبها يشوفها في الوضع ده فتسقط هي كمان من نظره. قلت لها هو ليه كل الحقد ده؟ ليه كل الغل ده؟ هي عملت لك ايه؟ قالت لي يا باشا اصعب حاجه على اي واحده فينا ان واحده تحسسها ان هي انضف منها، اغلى حاجه على اي واحده الشرف. وسماح داست على شرفي بكلامها، كانت بتعايرني وهي ما تعرفش ايه اللي وصلني لكده ولا ايه اللي دخلني السكة دي. هي مهما كان اتربت في بيت ابوها، لكن انا تربية شوارع، ابويا وامي اتطلقوا كل واحد فيهم اتجوز وشاف حاله، وانا الشارع هو اللي رباني، ما كانش قدامي اختيار عشان اصرف على نفسي عشان ابقى بني ادمة زيها. قلت لها تمام وقتلتيها ليه؟ قالت لي ان هي ما كانش قصدها تقتلها، بس بعد اللي عملته الموضوع وسع منها وخافت ان سماح تفضحها، وما كانش قدامها حل تاني غير ان هي تموتها.
لأن سماح فضلت تتردد عليها وتطلب منها الهيروين، وكانت متأكدة إن الموضوع ده مش هينتهي لأن سماح خلاص المادة المخدرة بقت بتجري في دمها، وده معناه إن هي مش هتسيبها في حالها، وعشان ما تفضحهاش اختارت إن هي تقتلها وتخلص منها، وبكده اتقفلت القضية. بتكون في غموض تفاصيلها، وده اللي دايما بيتحداني. واسمحولي اخدكم معايا نحقق في الجريمة. اهلا بيكم في العالم بتاعي، عالم يوسف الكردي. كانت الساعة داخلة على 3 الفجر، كنت قاعد بتفرج على التلفزيون ولقيت احمد المساعد بتاعي بيتصل بيا بيقول لي الحقنا يا يوسف باشا. قلت له مالك في ايه؟ قال لي في جريمة غريبة جدا ومحتاجين حضرتك فورا. لبست هدومي ونزلت. كانت الجريمة في الحي 7 في برج رقم 18 الدور 6. الشقة كانت متكونة من 3 أوض وصالة. اول ما تدخل بتقابلك الصالة، وفي طرقة في اخر الصالة بتدخلك على الأوض. على يدك الشمال هتلاقي أوضتين، وفي وشك الأوضة التالتة، وعلى يدك اليمين في المطبخ والحمام. اول ما دخلت لفت انتباهي علامات في السجادة بتقول انه الانتريت غير مكانه، وان هما مش متعودين يعملوا كده في العادة. كانت الجثة في الطرقة، ست عندها تقريبا 52 سنة، مضروبة بالسطور من الخلف، عمل لها شق في دماغها، وتقريبا المخ كان طالع برا. ومن نطورة الدم واضح جدا ان القاتل كان اشول، وواضح من زاوية الضربة انه فاجئها بيها، وانه طلع لها لغفلة وضربها بكل قوة. ومن العمق بتاع الجرح واضح ان الشخص ده متمكن في استخدام السطور، وحركاته كانت بالظبط انه قدم رجله الشمال تقريبا جنب رجل الضحية، وبيده الشمال ضرب الضحية وهو بينزل رجله اليمين على الارض، وده اللي ساعده انه يرتكز وما يقعش ساعة لما الضحية وقعت، وعشان تطلع الضربة بالاحترافية اللي انا شايفها قدامي. والوضع ده مش سهل ابدا ان حد ياخده، وده معناه ان احنا قدام سفاح مش مجرم عادي. اتحركت في الشقة شوية ولاحظت ان في اوضة تحت السرير كان في برواز من التراب، وده معناه ان كان في صندوق هنا واتشال. تقريبا الصندوق كان بمقاس 60 في 30، وده صندوق مش صغير ومش سهل ان القاتل يخرج بيه. بصيت في كل ركن لكن الصندوق ما كانش ليه اي وجود. فتحت الدولاب بصيت على هدومها، كان واضح جدا ان الضحيه معتزه بنفسها، شخصيه قويه وناجحه، ده غير ان هي قياديه جدا، وواضح ان هي معتزه بانوثتها. بس اغلب اللبس اللي لقيته كان فورمال، وده بيقول ان هي حياتها كانت بيزنس از بيزنس ومهتميه بشغلها. واضح جدا من اللبس الموجود ان هي شغاله ببنك يشغلها في العقارات، بس اعتقد ان هي شغاله ببنك، وتاكدت من ده لما لقيت الدبوس بتاع البنك اللي كانت بتعلقه في هيئة الشكل. بصيت على التسريحة كانت اغلبها ادوات ميك اب، البرفانات بتاعتها كانت مميزة جدا، ريحتها فواحة وملفتة، واضح جدا ان هي كانت بتستغل جمالها في شغلها. مسكت الفرشة اللي كانت على التسريحة ولقيت فيها شعر، يتهيألي ان هي الفترة الاخيرة كانت متوترة من حاجة، لاني ما اعتقدش ان شعرها في العادي بيقع، لكن يتهيألي ان هي تعرضت لضغط نفسي وده السبب في الشعر اللي انا لقيته في الفرشة. لاحظت ان هي بتحاول تستخدم المونيكير يا اما الالوان البارزة قوي زي الاحمر او الالوان الغامقة زي الاسود، وده تقريبا كان بيتحدد على حسب المشوار اللي هي رايحاه، يا اما هي عايزة تأثر على حد بأنوثتها، يا عايزة تكون غامضة قدام حد. حتى درجات الروج اللي كانت عندها تقريبا كانت بتختار الاحمر بدرجاته او النبيتي، وده يؤكد كلامي ان هي بتحط الميك اب على حسب المكان اللي هي رايحاه، على حسب الغرض اللي هي عايزة توصل. دخلت الحمام ولاحظت ان في شامبوهات كتير ولوشنز وكريمات عناية بالبشرة، كريمات تفتيح، واضح جدا ان هي كانت بتخاف ان السن يظهر عليها وده يقلل من جاذبيتها، واضح ان هي كانت بتهتم قوي بان انوثتها تظهر في احسن شكل. وزي ما انا توقعت لقيتها مثبته حامل للتليفون فوق البانيو،
وأعتقد إنها كانت بتقضي وقت طويل في الحمام. واضح جدا من العلامات اللي موجودة في البانيو إنه تقريبا المية ما كانتش بتفضى منه، وغير إنه لما بصيت في السقف لقيتها إن هي معدلة الحيطة بتاعت الحمام واخدة حتة من المطبخ وضيفاها للحمام، وده يدل إن هي كانت بتحب تقعد هنا كتير. واضح من حجم المراية إن هي كانت بتستمتع بإنها تشوف جسمها كله. ولما دخلت المطبخ يعتبر ما كانش فيه حاجات من الأساسية زي مثلا الملح والفلفل والبهارات، الشاي والسكر، الكمون، التوم والبصل، الحاجات اللي بتستخدمهم أي ست في الغالب مش موجودين، وده لو دل على حاجة فيدل إن هي ما بتدخلش المطبخ. غير إنه القعر بتاع الحلل بتاعتها نظيف جدا، وده يأكد إن هي ما بتستخدمهاش. ولاحظت إن هي كانت مهتمية جدا بمكنة الإسبريسو، واضح إنها كانت بتحب تشرب قهوة كتير لأن المكنة كانت أكتر حاجة مستهلكة في المطبخ كله. المطبخ كان بيبص على الصالة على النظام الأمريكاني. واضح كمان إن هي كانت روتينية لأنها كانت بتقعد على الكرسي اللي قدام مكنة الإسبريسو وبتعدله بالجنب عشان تشوف شاشة التلفزيون، وده لأنه الكرسي ده هو الوحيد اللي باين عليه علامات استخدام والسفنج بتاعه هابط شوية، أما الكرسيين التانيين السفنج بتاعهم لسه مشدود، وده يدل إنه ما كانش في حد بيقعد عليها وإن هي روتينية. ومن الطريقة اللي بيزيق بيها الكرسي واضح وهي قاعدة كانت بتحب تتحرك يمين وشمال، غير إنه من الطريقة اللي هابط بيها السفنج في الأغلب كانت بتقعد وهي حاطة السمانة على الركبة في الرجل التانية لأنه كان في تركيز على جزء معين من السفنج بتاع الكرسي. واضح جدا ان هي كانت كسالية لان ريموت التلفزيون كان محطوط ورا الشاشة على الترابيزة بتاعت التلفزيون، وواضح جدا ان هي ما كانتش بتحرك الريموت لان في حواليه اثار تراب. واضح ان هي كانت بتشغل كل حاجة بنظام تشغيل صوتي، يعني بتفتح التلفزيون وبتقفله بصوتها حتى كوبس النور. يتهيألي ان هي في البيت ما كانتش بتحب تتحرك كتير. ودخلت الأوضة التانية كانت محتفظة فيها بحاجات غريبة. هي الأوضة كلها عبارة عن صناديق من الكرتون محطوطة بعناية شديدة جدا، واضح ان هي كانت مهمة ليها. اول صندوق فتحته كان فيه كوباية مكسورة، كان فيه وردة دبلت مع الزمن، واضح جدا ان هي ليها زمن، كان فيه حظاظة مقطوعة، كان فيه مجموعة سلاسل لونهم اتغير ومبقاش ينفع ان هم يستخدموا تاني، غير مجموعة من الاكسسوارات اللي واضح ان هي كانت معمولة يدوي. في الصندوق التاني لقيتها حاطة مجموعة من الحلل النحاس واللي واضح جدا ان هي قديمة ومهلوكة من الاستخدام. وفي صندوق تاني كان فيه بدل رجالي ولبس رجالي بس من طراز قديم قوي، اعتقد ان اللبس ده لبس ابوها لان الموضة بتاعته تدي على 1960 1970، فاعتقد انه ده لبس ابوها وهي محتفظة بيه. وفي صندوق تاني لقيت فيه مجموعة من ازاز البرفيوم بس مش فاضية، وكتب على كل ازازة تاريخ لكن مش كتب اي معلومة تاني، وتقريبا كل التاريخ كانت في شهر 9 بس السنين مختلفة، وتقريبا هي كانت بتشتري ما بين يوم 20 ليوم 28/9، والمميز ان كل ازازة اشترتها في سنة مختلفة. وطبعا ازازة البرفيوم دي كلها اصلية، واضح عليها ان هي غالية جدا. ولقيت صندوق تاني محطوط فيه لعب قديمة قوي وكان فستان لطفلة صغيرة، يتهيالي ان دي حاجتها هي، بس ما كانش فيه اي حاجة ليها علاقة بوالدتها غير مجموعة الحلل القديمة اللي اعتقد ان دي علاقة بامها، بس غريبة. دخلت الأوضة الثالثة، كانت الأوضة الرئيسية فيها سرير كبير بس واضح جدا ان هو مش بيستخدم، والدولاب كان فاضي بس كان مناسب لشخصين، ومع انها مش بتنام هنا لكن اعتقد ان هي كانت بتيجي تقعد هنا. لما مشيت يدي على قطن المرتبة بتاعت السرير لاحظت ان في جزء مضغوط عليه في القطن ده بشكل جسمها بس وهي نايمة على ظهرها، وواضح ان رجليها ما كانتش بتبقى مستقيمة، كانت في الاغلب بتبقى تانية رجل وفردة تانية، غير ان هي ما بتبقاش حاطة راسها على المخدة لان رجليها مش واصلة لاخر السرير، اخر جزء وصل له رجليها تقريبا قبل نهاية السرير باربعين سنتي، وده يقول ان هي كانت بتقعد في الاوضة دي وهي تانية ظهرها. في الغالب ان هي بتبص في حاجة، واعتقد ان الاوضة دي ليها علاقة بذكريات مهمة بالنسبة لها، وفي الاغلب هتكون ذكريات جواد. بعد ما عينت مسرح الجريمه كويس طلعت وسالت المساعد بتاعي عن التفاصيل اللي قدر يجمعها، واللي كانت في الغالب اغلبها انا عرفته من مسرح الجريمه، بس هو ضاف لي القتيله كان اسمها نعمه ابراهيم السيد، وكان ليها اتنين اصحاب هبه عبد الرحمن الكردي واميره فتحي ابراهيم، وكانت نعمه متجوزه من 3 سنين من الدكتور الجامعي عصام اسماعيل واتطلقوا، وبعدها تقريبا بشهرين دكتور عصام اتجوز اميره صاحبته، وده كان سبب كافي يدمر العلاقه
اللي كانت بينها وبين صاحبتها، وفي نفس الوقت هي كانت متهمة أميرة إنها كانت بتلعب جوزها وإن هي كانت بتحاول تجذبه. قلت له تمام، في إيه بقى معلومات تاني جديدة ومهمة؟ بص لي وقال لي هبة عبد الرحمن الكردي الصديقة الثالثة تقريبا، هي من بعد الخناقة اللي حصلت ما بين أميرة ونعمة وهي منفصلة عن الاثنين. ما كانش في سبب واضح لانسحاب هبة نهائي من علاقتها بيهم، بس برضو نعمة ما كانتش بتستحمل حتى ان حد يقول لها اسم هبة، ده حتى اكتر من أميرة، ومع ذلك ما حدش عارف السبب بالظبط. بصيت له كده وقلت له تمام، في علاقة مش مفهوم هي اتقطعت ليه، دي ممكن تكون خيط كويس جدا نبدأ بيه. بص لي كده وقال لي اشمعنى، انا شايف انه خيط ضعيف جدا. قلت له ركز كده شوية، اولا مش من الطبيعي ولا المنطقي ان حد يقطع العلاقة مع صديق لي، وبالذات لو كان صديق قريب من غير اسباب. قال لي اه طبعا، بس ده ايه علاقته بالقضية بالظبط؟ قلت له هو الواضح ان ملوش علاقة، بس الفعلي ليه علاقة. قال لي ياريت توضح لي لان انا دماغي لفت مش قادر افهم حاجة. قلت له هبة عبد الرحمن الكردي الصديقة التالتة اللي زعلت من الاتنين بسبب ان واحدة اتجوزت جوز التانية. قال لي اه تمام، ايه؟ قلت له بذمتك مش غريبة شوية دي؟ والاغرب في وسط كلامك انت قلت ان نعمة القتيلة ما كانتش بتطيق تسمع اسم هبة خالص، طب يا ترى ليه؟ مش ملاحظ ان في لعبكة زيادة؟ قال لي وانا حاسس ان في حاجة غلط بس مش قادر افهم، هي ايه علاقتها بالقضية؟ قلت له بص، اولا في الغالب هبة قطعت علاقتها بيهم لان هي خافت ان واحدة فيهم تخطف جوزها، دي نقطة. قال لي اه ممكن الستات تفكر كده. قلت له بس الغريب بقى هو في كره نعمة لهبة، لو افترضنا ان هبة فكرت بالطريقة العادية بتاعت كل الستات فكان من المنطقي جدا ان نعمة تروح تزورها وتلين دماغها بكلمتين، مش هيبقى الكره واصل ان هي ما تستحملش تسمع اسمها برضه. قال لي هو كلامك شوية يدخل الدماغ، بس انا حاسس ان انت في حاجة لاحظتها ومستني تتأكد منها وبعدين هتقولها لي. ميلت على ودانه كده وقلت له دي اعراض ناس والمرحوم الله يرحمه. لقيته التفت لي كده وقال لي هو انت شاكك في؟ قلت له لما اتأكد هقول، انا عايز اعرف بالظبط ايه العلاقة اللي كانت ما بين هبة وما بين نعمة. قال لي تمام، هجيب لك هبة تستجوبها وتفهم منها. وفعلا بعت عسكري عشان يجيب لي هبة. اللي لاحظت عليها ألم مش طبيعي، هي فعلا ما كانتش بتمثل ان هي موجوعة، بالعكس هي كانت منهارة على موت صاحبتها، بس انا حسيت ان الموضوع فيه حاجة شوية زيادة. كانت هبة متوسطة الجمال بس شديدة، تقريبا طولها 170 سم. لما دخلت عليا كانت لابسة الجيبة فوق الركبة تقريبا ب10 سم، كان واضح جدا ان رغم جمالها المتوسط لكن بتعرف تستغل انوثتها كويس جدا. كانت لابسة كعب 4 سم تقريبا مع جزمة عالية، واول ما قعدت حطت رجل على رجل، بس هي حطت السمانة على الركبة، مع ان ده مش طبيعي لان الوضع ده هيكشف رجليها اكتر وهيخلي الجيبة تترفع اكتر، غير انه في مسافة ما بين رجليها هتبين ملابسها الداخلية، لكن واضح ان هي متعودة تقعد في البيت ده القعدة دي. وبعد لحظات هي خدت بالها ونزلت رجليها على الرجل التانية عشان تخلي الركبة على الركبة، ولقيت عينيها بتبص على كل مكان، كان واضح عليها الحنين، لكن كانت بين كل شوية وشوية كده عينيها تيجي على الأوضة الأخيرة اللي موجودة في آخر الطرقة، وبعدين تحرك عينيها بسرعة كأنها مش عايزة تفتكر حاجة حصلت هنا. ابتديت في البداية أسألها أسئلة عادية زي انتي شغالة ايه وعندك كم سنة ويا ترى حضرتك متجوزة ولا لا وكانت ايه علاقتك بالمجني عليها. اغلب الاسئله اللي سالتها في الاول كنت عارف اجابتها، توقعت ان هي شغاله في بنك بورد، كان نفس البنك بس فرع تاني، وطبعا توقعت ان هي كانت متجوزه وكنت عارف علاقتها بالمجني عليها كانت صادقتها وسنها 52 سنه، نفس سن المجني عليها. بس وانا بسالها الاسئله دي كنت مركز ان انا احفظ ردود افعالها تعبيرات وشها عشان لما اسالها هو ايه سبب الخلاف اللي ما بينكم وتكذب عليا زي ما كذبت. وقالت لي عادي، خلاف عادي ما بين الصحاب. ولما قلت لها ايه هو بالظبط كان نوع الخلاف العادي، قالت لي نعمة وأميرة اتخانقوا مع بعض وكل واحدة فيهم كانت عايزاني ابقى في طرفها وانا فضلت ان انا ابعد عن الاتنين. ابتسمت وقلت لها كدابة. قالت لي ايه؟ قلت لها كدابة. في كل الاسئلة اللي فاتت اعصاب وشك كانت مترخية، السؤال ده بالذات وشك اتشد، غير ان انتي وانتي بتجاوبي ما بصتيش في عينيا، والقوة اللي انتي داخلة بيها من بداية القعدة ما بقتش موجودة. ايه السبب الحقيقي ورا ان انتي قطعتيهم؟ لقيتها ارتبكت. قلت لها طب استني استني، وطلبت من كل حد في الأوضة ان يطلع بره وما بقاش غير انا. وقلت لها هو كان في علاقة جنسية بينك وبينها؟ لقيتها تخض وبسرعة راحت ردت قالت لا 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 لا، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ بصيت لها بهدوء كده وقلت لها بصي انا مش بقيم اخلاقك
ولا يفرق معايا اذا كان فيه او لا، بس انا بحاول اجيب حق القتيلة دي. لو انت عايزة حق صاحبتك ياريت تجاوبيني بصراحة. لقيتها بتقولي وده ايه علاقته بالتحقيق اصلا؟ تلاقي لي علاقة وعلاقة قوية. هتجاوبيني بكل حاجة تعرفيها ولا هنقلك تهمة؟ قالت لي ايه؟ قلت لها هو اخفاء الحقيقه عن العداله ده مش تهمه برضو؟ قالت لي الكلام ده ممكن يعمل لي مشاكل كبيره. قلت لها ما تخافيش، محدش هيعرف اي حاجه من اللي هتقوليه. بصيت لي كده وقالت لي كان في نعمه ما كانتش بترتاح مع الرجاله. قلت لها انا مش عايز تفاصيل علاقتكم ولا عايز مبرر للي كنتوا بتعملوه سوا. بصيت لي كده وقالت لي امال حضرتك عايز ايه؟ قلت لها عايز اعرف انتوا سبتوا بعض ليه. قالت لي هو احنا كان لينا حدود في العلاقه نفسها، بس بعد ما نعمة اتطلقت ابتدى الموضوع يختلف شوية، ابتدت تطلب حاجات عدت الحدود بتاعتنا بكتير، وبصراحة انا خفت. قلتلها تمام بس مش ده السبب، كملي. قالت لي هو مش ده السبب لوحد. قلتلها تمام انا بقى عايز السبب. قالت لي نعمة ما كانتش بتمثل دور الانثى زي ما انت فاهم. قلتلها عارف، نعمة كانت بتقوم بدور الراجل وانتي بالنسبة لها كنتي الانثى. عارف ما قلتيش حاجه جديده بالنسبه لي. لقيتها ببص في الارض كده بتقول لي لا في حاجه. قلت لها ايه بقى؟ قالت لي نعمه مش بتمارس الجنس. قلت لها تمام امال بتعمل ايه بقى؟ قالت لي بتنتقم من امها. قلت لها ساديه يعني؟ قالت لي حاجه شبه كده، هي في الاول كانت علاقه هاديه وبعدين ابتدى الجنون بتاعها يعلى لدرجه انا خفت منها. قلت لها تمام ماشي، ايه اللي خلاكي تقولي انه هي بتنتقم من كل الستات على انهم مامتها؟ قالت لي مامة نعمة وهي صغيرة سابتهم وهربت، وباباها فضل يقول لها ان مامتها هربت لان هي ست مش كويسة، واقنع نعمة انه مامتها قلبت عليه اول ما كبر وبقى. لا فهمت قصدك مش قادر يعني. تمام. قالت لي وده خلى نعمة بتتفنن في ممارسات جنسية مش طبيعية وبتوصل لدرجات فعلا مجنونة، وده زاد بعد اللي عملته اميرة لما خدت جزء. ساعتها نعمة اقتنعت ان كل الستات شهوتهم هي اللي بتحركه. قلتلها تمام، عايزك بقى ترجع في الكلام كده شوية وتقوليلي بالظبط ايه اللي تعرفيه عن امها. قالتلي ان نعمة نفسها ما كانتش تعرف عنها حاجة. قلتلها تمام، بس من 8 سنين الست دي ظهرت تاني بعد ما ابو نعمة كانت وفت. قلتلها تمام. قالتلي حاولت ان يكون في علاقة بينها وبين بنتها، بس طبعا نعمة عملتها بأبشع صورة وطردتها مع ان الست ما كانتش محتاجة منها اي حاجة. وبعدها تقريبا بسنة ونص او سنتين عرفنا ان الست دي مات، وعرفنا ان هي كانت مريضة سرطان. ونعمة في ليلة من الليالي وهي معايا قالت لي ان هي مش قادرة تعرف اذا كان ابوها كذب عليها ولا لا، لان اللي هي فاكراه عن امها ان هي كانت ست بسيطة كانت بتفضل في المطبخ تعمل لهم الاكلات الحلوة اللي هي بتحبها، وان هي عمرها ما حست ان مامتها بالشكل ده. وقالت لي ان مامتها لما شافتها قالت لها ان ابوها هو اللي حرمها منها، وان اللي حصل بالظبط ان مامة نعمة اتعرضت للاغتصاب قدام جوزها واللي ما قدرش يدافع عنها، ولانه اتكسر قدامها قرر انه يطلقها وطلب منها انها تبعد عنه وعن نعمة عشان الفضيحة. وفعلا الست سافرت بس كانت متابعة اخبار نعمة. هو ده كل اللي قالته لي نعمة واللي عرفه عن مامتها. قلت لها انت اكيد طبعا عارفة كل حاجة عن غرفة الذكريات. قالت لي طبعا. قلت لها انا لاحظت في الاوضة دي انه في صندوق للبرفانات وكلها برفانات غالية طبعا. قالت لي الصندوق ده كان عزيز قوي على نعمة. قلت لها اشمعنى؟ قالت لي زمان لما كان لسه باباها مع مامتها كانت بتشوفه وهو بيجيب لها ازازة ريحة في كل عيد جواز، ونعمة اتعلقت بالموضوع ده. وفي مرة نزلت عشان كانت عايزة هي اللي تجيب ازازة الريحة لمامتها، وساعتها كانت اول مرة تدخل محل البرفانات، وهناك نقت اغلى ازازة وطبعا اتصدمت في سعرها واللي ما كانش معاها. ومن ساعتها وهي فضلت تحوش طول السنة لحد ما يكمل معاها الفلوس وتروح تشتري اغلى ازازة، وطبعا لان مامتها مشيت فبقت بتحطهم في الصندوق ده وعمرها ما استخدمته. قلت لها تمام، طيب ايه قصة بقى الحلل دي؟ قالت لي الحلل دي كانت غالية عليها جدا، لان في وقت امها لما اتجوزت ما كانش حلتها غير حل واحد، وكانت بتتكسف لما يكونوا عازمين حد ولا حاجة وكانت تفضل تبكي، وفضلت تحاول توفر لحد ما قدرت تجيب الطقم ده، وكانت معتزية بيه جدا وفخورة بيه، ومع انه اتهلك من الاستعمال لكن برضو كانت شايفاه غالي عندها جدا، وعشان كده نعمة احتفظت بيه وكانت بتحب جدا الطقم ده. قلتلها تمام. ايه بقى الصندوق اللي كان تحت سرير نعمة وطوله تقريبا 60 في 30؟ حسيت انها ارتبكت فجأة. قلت لها
انا عايز اعرف كل حاجة تعرفيه عن الصندوق ده. قالت لي الصندوق ده نعمة ما كانتش بتتكلم عنه كتير، بس في يوم اصريت ان اعرف ايه الحكاية بتاعته. وساعتها نعمة قالت لي ان هي واربعة تاني دخل على فيلا بتاعت واحد اسمه احمد عبد العظيم، كان صديق واحد منهم. واحمد ده كان من اسرة غنية جدا وكان بسيط وتلقائي، فقال كلام لصديقه ده تقريبا له علاقة بالمكان اللي بيشيل فيه اسرته الفلوس، او له علاقة بحاجة مهمة بس والله ما اعرف ايه هي بالظبط. قلت لها كملي. قالت لي كل اللي اعرفه انه نعمة واللي معاها خدوا حاجات وقسموها، واللي في الصندوق ده كان نصيب نعمة. ولقيتها بتقول لي بس عمري ما شفت الصندوق ده مفتوح، ونعمة كانت محافظة عليه جدا. وبصت لها كده وقلت لها تعتقد يا هبة ان اللي في الصندوق ممكن يكون سبب فقتل نعمة؟ بان عليها ان هي بتحاول تفكر، بس لقيتها بتقول لي لا او مش عارفة. هو انا كنت حاسة ان الصندوق ده فيه حاجة مهمة بس بصراحة ما اعتقدش. وسكتت لحظات كده وقالت لي بص، هو انا في مرة جه على بالي ان نعمة ماسكة زلة على حد جوه الصندوق ده، واعتقد ان هو حد مهم في البلد، بس بصراحة ده تخميني انا ومعرفش اذا كان صح ولا لا. قلت لها طيب ياريت بقى افهم هو ايه اللي جاب في دماغك التخمين ده. قالت لي شخصية نعمة، ودايما كنت بحس ان نعمة مسنودة، حتى في قراراتها في البنك كانت بتتحدى اي حد وبقوة وجراءة جدا، ومش انا بس اللي كنت بحس ان هي مسنودة، بس انا كنت عارفة انه اسرتها ما كانش فيها حد مهم، فخمنت ان هي ممكن تكون ماسكة زلة على حد. قلت لها هو ده وارد، وارد جدا، وبرضه وارد ان ما يكونش فيه اصلا احمد عبد العظيم، وان الصندوق ده يكون فيه شرايط نعمة مصوراها للي هي نامت معاهم. لقيتها بصت لي كده وقالت لي انا عارفة ان نعمة كانت بتصورني، وده كان السبب الحقيقي ان احنا انفصلنا، بس صدقني مش انا اللي قتلتها. قلت لها يعني فكرة ان هي داست عليكي شوية في العلاقة دي مش صحيحة. لقيتها بتبص لي كده وبتقول لي ايوه مش صحيحة. قلت لها طيب يا ريت بقى اعرف الصراحة من الكذب في اللي انت قلتيه. قالت لي كل اللي انا قلته لك كان صح ما عدا جزء واحد. قلت لها ايه؟ احنا ما انفصلناش بسبب ان هي طلبت مني حاجات صعبة، لان اساسا علاقتنا كانت قايمة على الاساس ده. قلت لها تمام. قالت لي احنا انفصلنا لما انا اكتشفت ان هي بتصور. قلت لها تمام. قالت لي انا ساعتها عملت رد فعل كانت اميرة هي اللي وزاني عليه. قلت لها صاحبتكم التالتة. تمام ايه بقى رد الفعل؟ قالت لي حطت لها قرصين هلاوس في العصير وصورتها انا كمان في اوضاع في قمة القذارة، وعملت فيها بالظبط اللي هي كانت بتعمله معايا ويمكن اكتر شوية. طبعا لما هي فاقت وحست باللي انا عملته فيها طردتني بعنف جدا، ومن ساعتها وهي بقت ما بتطقش اسمي، وده السبب الحقيقي اللي خلانا ننفصل. قلت لها يعني انت عايزة تقوليلي ان انت عملتي كده واميرة هي اللي وزتك بانك تعملي ده، ويتهيألي انك عارفة ان انا عشان اصدقك لازم اشوف الفيديو ده. لقيتها بتحرك ايديها بتقل شديد جدا، بتحطها جوه شنطتها بتخرج التليفون، بس كان جوه عينيها ندم وكسرة. ادركت ان هي مكنتش عايزة ان الامور توصل للدرجة دي، وكان كافية اول 10 ثواني من الفيديو ان انا اتأكد ان كلامها كان صح. قفلت الفيديو وقلت لها على فكرة انا اتأكدت ان انت مالكيش دعوة باي حاجة حصلت لنعمة صاحبتك، كل اللي دار بيني وبينك كأنه ما تقلش. لقيتها ابتدت تشم نفسها كده وتقول لي الله يسترك الله يبارك لك، انت مش متخيل انا كنت مرعوبة قد ايه. قلت لها متخافيش، على فكرة انا مش دوري ان انا افضح حد، بس لو عندك اي معلومة ينفع تفيدنا في ان احنا نجيب حق صاحبتك يا ريت تقولها لي. بصيت لي وقالت لي بص، هو شخصية نعمة كانت تجذب الناس انها تعديها، بس هي من جوه غلبانة وطفلة قوي. قلت لها طيب زي مين ممكن يعديها؟ مين ممكن العداء يوصل معاه للدرجة اللي احنا شفناها دي؟ لقيتها بتقول لي بصراحة في كتير، بس محدش فيهم هيوصل معاه الدرجة انه يقتلها. قلت لها طيب اتفضلي انت دلوقتي، ولو افتكرتي اي حاجة اكون سعيد ان انت تيجي وتبلغيها لي. وطلعت ودخل احمد وقال لي ايه اللي في دماغك طلع صح؟ بصيت له كده وقلت له الفضول قتلك. قال لي انا مستغرب ان انت سايبها تمشي. قلت له ما عندهاش حاجه تاني مفيده احجزها ليه، مش هتفيدني في اي حاجه. قال لي طيب قربنا نعرف مين هو اللي عمل كده؟ قلت له لا، التحقيق ده بالذات محتاج ياخد وقته، المجني عليها حياتها مليانه وفي كذا خيط، ومحتاجين ان احنا نمشي وراهم كلهم عشان نقدر نوصل للجاني الحقيقي. لقيته بص لي كده وقال لي
دي شكل القضية دي مطولة معانا. قلت له شكلها كده. على فكرة المجني عليها في الغالب كان ليها علاقات جنسية عالطاير، في الأغلب هتكون العلاقات دي مع ستات. ابقى استبعد المعلومة دي لأن الخيط ده ما مش مفيد لينا ومش هيوصلنا لأي حاجة، لأن من تحليلي للطريقة اللي كان واقف بيها الجاني ساعة ارتكاب الجريمة، ده مش جسم ست، ده جسم راجل، فالمعلومة دي ملهاش أي لازمة، والأحسن إنها ما تتذكرش أصلا في التحقيق. لقيته بيقول لي تمام أنا فاهمة، بس أنا عندي معلومة مفيدة أو ممكن تكون مفيدة. قلت له إيه؟ قال لي إنهم لقوا تحت الدرج بتاع المكتب بتاع نعمة في البنك في كاميرا صغيرة. ضحكت كده وقلت له طبعا انت معجب بالمعلومة دي وبالذات ان رجلين نعمة كانت حلوة. فضل يضحك. قلت له بص يا احمد، هي فعلا معلومة مهمة، والمحتوى اللي على الكاميرا دي برضو مهم ومهم جدا، وياريت تجيبه لي هنا لاني عايز اشوفه بنفسي. لقيته بيقول لي انا توقعت كده برضو، وعشان كده هو معايا على اللابتوب ده وفتح الفيديوهات المتسجلة على الكاميرا دي، واللي كانت في الغالب مش متوجهة ناحية رجلين نعمة، بالعكس دي كانت متوجهة ناحية رجلين العملاء اللي بيقعدوا مع نعمة، واللي كانوا في الأغلب ستات، واللي واضح إن نعمة كانت بتطلب إن هم يتحركوا بالكرسي اللي قدام الكاميرا بالظبط، وده بيديها زاوية تصوير أفضل. ولقيت أحمد بيقول لي هي ليه ممكن تكون بتعمل كده؟ قلت له النفس البشرية معقدة لدرجة لو فضلت عمرك كله تفكر فيها عمرك ما هتقدر تفهمها ولا تفهم حتى تصرفاته. قال لي يعني احنا حتى ما نقدرش نخمن هي ليه كانت بتعمل كده؟ يعني كانت مثلا بتختار ضحاياها كنوع من الشهوة، او بتعمل بس مباشر لحد. ابتسمت كده وقلت له التلات احتمالات وردي، ان هي فعلا بتكون بتختار ضحاياها عن طريق الفيديوهات دي وارد، وكمان وارد ان هي تكون بتعمل ده كنوع من شهوة التجسس، وخاصة ان زاوية التصوير مركزة على الجزء اللي بين رجلين اللي قاعد. والاحتمال التالت احتمال قوي برضه، ان هي فعلا تكون بتعمل ده عشان ترضي حد. بس التلات احتمالات دول مش هما كل الاحتمالات. لقيته بيبصلي كده وبيقول لي ازاي يعني؟ قلت له بسبب الفيديوهات انت افترضت ان نعمة هي اللي حاطة الكاميرا دي صح؟ بس ما افترضتش ان حد هو اللي بيصور نعمة. قال لي بس ما فيش ولا فيديو هنا متسجل لنعمة. قلت له في دي عندك حق، بس ده ما يمنعش ان يكون هدف الفيديوهات دي مش بس جنسي. لقيته بيقول لي امال ايه؟ قلت له وليه ما يكونش الهدف ان يتجسس على نعمة وضرب عصفورين بحجر، من ناحية يتجسس عليها ومن ناحية يرضي شهوته. خد بالك ان الكاميرا دي فيها مايك، يعني الشخص اللي اختارها كان عايز يسمع صوت وصورة، غير ان اللي ركب الكاميرا دي اختار ان اللي تسجله يتحفظ على كارت ما يكونش فيه موجات ارسال، وده يخليني اشك ان اللي عمل كده حد عارف نعمة كويس جدا وعارف ان هي ذكية وان هي شكاكة، ولو حس باي موجة في الارسال هتقلب الدنيا، وهو كان حريص انها ما تحسش بحاجة. قال لي طيب انت شايف مين ممكن يكون اللي عمل كده؟ قلت له 100% حد من البنك، واكيد الحد ده بيحاول ينافس نعمة او متغاظ منها وعايز يلبسها بمصيبة، بس بما انه مهتم قوي برجلين العملاء فاعتقد ان احنا نفترض انه عايز ينافسها، بس مش ينافسها في الشغل، لا ده بينافسها في العالم التاني. قال لي يعني انت شاكك انه في حد كان حاسس بميول نعمة؟ قلت له لا، هو ما كانش حاسس بميول، لكن كان عارف ان نعمة بتعرف تنقي الستات اللي على ذوقه. هو بيحط الكاميرا دي بيختار الست، لما بيسمع الصوت بيعرف يحدد كويس قوي اذا كانت الست دي هتتناسب مع ميوله ولا لا. لقيت احمد بيبصلي كده وبيقول لي مش فاهمك. قلت له بذمتك يا احمد في راجل طبيعي هيبقى مركز مع الرجلين بالدرجة دي برا؟ لي لا. قلت له لان اللي حط الكاميرا دي مش طبيعي، ده مريض وفي الغالب هو ماسوشي، وخلى الكاميرا بصوت عشان يعرف يختار الست القوية اللي رجليها تعجبه فيبقى خاضع ليها، وفي الغالب الشخص ده هيكون واحد من سلطات البنك وعنده المشكلة دي، بس ده اكيد برضه ملوش علاقة مباشرة بقتل نعمة، لان لو هو اللي قتلها كان اول حاجة هيعملها ان يدمر الكاميرا دي، لكن واضح جدا انه ما عندوش اي دفع للقتل، لان دفعه الوحيد ان نعمة تكون اكتشفت اللي هو بيعمله وبتهدده. فهمت حاجة؟ قال لي اه وصلت. قلت له الخيوط اللي انتوا بتجيبوها لي دي مش قوية، لسه لحد دلوقتي مفيش دافع قوي يخلي حد يقتل الست دي غير الصندوق اللي مش موجود. قال لي هو انت اتأكدت ان كان في صندوق اصلا؟
قلت له اه، صاحبتها اكدت لي مواصفات الصندوق وعايزك تشوف لي واحد اسمه احمد عبد العظيم. الراجل ده الضحية ومعها مجموعة سرقوه، وحسب كلام الضحية لصاحبتها ان الصندوق ده كان جواه نصيبها من السرقة، وصاحبتها قالت لي ان نعمة كانت بتشوت في اي حد في البنك وما كانتش هاممها حد، وده خلاها تشك ان نعمة ممكن تكون ماسكة زلة على حد مهم. فانا عايزك تشوف لي في الادارة العليا للبنك ده اذا كان في حد اسمه احمد عبد العظيم ولا لا، وحاول تدور لي في بيانات العملاء بتاعت البنك اذا كان في حد اصلا موجود واسمه احمد عبد العظيم ولا لا، لان انا واثق ان الشخص ده وراه حل اللغز. قال لي تمام. كنت عايز اقول لك انا جبت اميره بره، تحب ادخلها لك ولا حقق معاها انا؟ قلت له لا يا احمد هاتها، انا عايز اقعد معاها. ودخلت، كانت نفس العمر تقريبا، ست شيك قمحويه صبغه شعرها بالفضي، لابسه كت والتيشيرت مبين 40% من صدرها، ولابسه جيبه تقريبا طولها شبر ونص، ولابسه كعب وماشيه واثقه من نفسها قوي. قعدت، قلت لها ان انا عارف ان نعمه وجوزك كان في حاجه ما بينهم، وده طبعا كان سبب ان علاقتكم تنفصل، وعارف انه انت مستغربه احنا ليه استدعناكي اصلا. لقيتها بتبص لي كده بتقول لي بصراحه اه. قلت لها بصي انت اذكى بكتير من انك تكوني مش عارفه. لقيتها بتبص لي كده وبتقول لي مش عارفه ايه بالظبط. قلت لها بصي يا اميره، انت ونعمه تقريبا كنتوا مع بعض طول حياتكم، هبه هي اللي دخلت عليكم جديد، لكن انت ونعمه كنتوا طالعين سوا، وانا مش عايز لف ودوران، انا عايز اعرف بالظبط مين هو احمد عبد العظيم. لقيتها ارتبكت وشها اصفر اول ما سمعت، فهمت ان هي لها علاقه بالموضوع. قلت لها انا عارف ان انتوا سرقتوه، عايز اعرف بالظبط ايه اللي خدتوه من عنده ومين هو بالظبط. قالت لي هو ده ايه علاقته بقتل نعمه؟ قلت لها انا شاكك ان نعمه اتقتلت بسبب الصندوق اللي كان معاها. لقيتها اندهشت وكان واضح عليها الخوف. قلت لها هنتكلم ولا؟ قالت لي دكتور احمد كان دكتور مشهور، كان اخصائي امراض نساء، كان عبقري، غير انه كان موز، كان ليه اسلوب بيعرف يوقع اي واحده بيه. قلت لها تمام. قالت لي احنا سرقنا بيته، في اللي خد فلوس وانا خدت ذهب، لكن نعمه اخترت الصندوق. قلت لها تمام، ايه بقى اللي كان جوه الصندوق؟ قالت لي الصندوق ده كان فيه كل العلاقات اللي عملها الدكتور، سيديهات كانت مليانه فضائح، سيدات اعمال وستات اجواسهم ناس مهمه جدا، واللي ما عملتش معاه علاقه كان على الاقل مصورها وهي عريانه. دكتور احمد ده ما كانش عاتق حد، وكل سيدي كان كاتب تفاصيل الضحيه في ظهره ولازقها بورقه. نعمه لما شافت الصندوق ده قالت ان هي مش عايزه اي حاجه تاني، وان هي عايزه الصندوق ده وبس. قلت لها تمام. قالت لي بعد ما هربنا سالت نعمه انت هتعملي بيه؟ قالت لي ده مغاره علي بابا. وما فهمتش كلمتها دي غير من 8 سنين بالظبط لما تقتل دكتور احمد. قلت لها ايه؟ قالت لي لقوا دكتور احمد متعلق من رقبته في حبل وهو عريان ملط ومقطوع له العضو التناسلي. قلت لها اه افتكر الحادثه دي. قالت لي الحادثه دي كانت بسبب نعمه. قلت لها ازاي؟ قالت لي هي استخدمت سيدي واحد من اللي معاها وهددت بيه حد، واقسم لك انا معرفش ساعتها هي كانت هددت مين. انا كل اللي عرفته لما شفت معاها فلوس سالتها انت جبتيها منين، ولما ضغطت عليها قالت لي ان هي استخدمت كنز علي بابا اللي موجود جوه الصندوق. قلت لها انت قصدك ان نعمه كانت بتبتز الستات اللي موجوده في الفيديوهات دي؟ قالت لي مش هما بس، ده هما واجوازهم وعيالهم، انت مش متخيل الفيديوهات دي كانت لمين، ولا متخيل عدد الفيديوهات. الدكتور ده تقريبا كان بيدخل له 30 واحده في اليوم. بصيت لها كده وقلت لها ازاي يعني؟ قالت لي دكتور احمد كان مركز طبي، كان مشغل اكتر من دكتور عنده، وكلهم ما يعرفوش ان في كاميرات متثبته في الكراسي، غير طبعا الكاميرات المخفيه في مكتبه واللي كان بيمارس الجنس فيه. قلت لها تمام. قالت لي لما انا ونعمه كنا اصحاب حذرتها ان الصندوق ده هيكون سبب في نهايتها، بس هي ما سمعتنيش الله يرحمها بقى. قلت لها شكرا يا اميره، ما تخافيش جريمه السرقه اللي انتوا عملتوها قبل كده مش هتتذكر في التحقيقات، شكرا على اللي انت قلتيه، اتفضلي. ودخل احمد لما طلعت لقيته بيقول لي بص هو في معلومات غريبه شويه. قلت له ايه؟ قال لي الساعي بتاع البنك قال ان هو يعرف حاجات عن موضوع الكاميرا. قلت له هاتولي. اسمه ايه؟ قال لي عوام. دخل كان عنده تقريبا 42 سنه او 43 سنه، راجل شقيان زي كتير مننا، بسيط، واضح ان هو من الشعبيه، ده اللي اوحى ليا منظر لبسه. لما قعد قلت
قلت له بص يا ماما، لو انت في حد ضاغط عليك عشان تيجي تقول لي اي حاجه ما تخافش. قل لي هو مين وانا هقول لك هنعمل ايه. لقيته بيقول لي بصراحه، قلت له قال لي يا بيه انتوا كبار في بعضيكم وانا مش جد قطع اكل عيشي. قلت له معوض ما تقلقش، انت قدامك اختيار من الاتنين، يا قطع عيشك يا سجنك، فما تقلقش خالص. لقيته بيبص لي كده بيقول لي حرام عليك يا بيه. ابتسمت كده وقلت له اهدى يا راجل طيب، انا مش عارف ليه انتوا بتبقوا متخيلين اشرار قوي كده. على فكره انا والدك الراجل بسيط زيك، فمستحيل يعني اعمل فيك كده، ما تخافش انا كنت بهزر. على فكره عايز اقول لك حاجه، انا عرفت ان انت كلامك شهادة زور وبصراحة مش هاخد بيها اصلا، فعايز تأدي اللي عليك وتقول الكلمتين اللي قالوا لك تقولهم لي اتفضل. مش عايز وعايز تمشي وتقول لهم برضو ان انت قلت الكلام اللي المفروض هما كانوا طالبينه منك. تمام وما تخافش محدش هيعرف حاجة. لقيته كده هدي قال لي وانا ممكن اثق فيك يا بيه؟ قلت له لو حابب. قال لي انا كنت عارف ان الكاميرا دي موجودة وهم قالوا لي اقول لك نص الحقيقة. قلت له وايه هي نص الحقيقة؟ قال لي ان ست نعمة هي اللي كانت حطاها. قلت له تمام وهم عايزين يوصلوا لي الرسالة دي ماشي، بس كانت حطاها لمصلحة مين؟ لقيته بص في الارض. قلت له ما انا فهمت ان هو واحد من مديرين البنك. قال لي يا بيه انا خايف على اكل عيشي. قلت له بص ده فساد اداري وانا بحقق في جريمة قتل، يعني كده كده الموضوع مش فارق معايا كتير. قال لي بص يا بيه أنا قرفان من نفسي قوي والصراحة عايز أريح ضميري. الأستاذ حسين علام مدير الفرع هو اللي مدام نعمة كانت كل يوم بعد ما الكل يمشي أشوفها بتفك الكاميرا وبتدخل. قلت له تمام وطبعا بعد ما بتخلص معاه بترجع تحط الكاميرا مكانها تاني. ليه يا فندم؟ قلت له تمام شكرا يا عم اتفضل انت. ودخل أحمد تاني. قلت له مش قلت لك انا ان موضوع الكاميرا ده ملوش علاقه اصلا بجريمة القتل؟ مدير البنك بتاعهم عيان في دماغه ونعمه كانت بتستغل الحاره اللي عنده وبتصور له هي بنفسها رجلين العاملات، وده طبعا كان بيديها نفوذ في البنك ومحدش يقدر يجيلها على سكه ولا على طرف. ودلوقتي عرفنا مين اللي كان سنتها في البنك مدير. قال لي بس احنا لحد دلوقتي ما عرفناش مين اللي قتل. قلت له واحنا لسه ما خلصناش تحقيقات. قلت لك القضيه دي بالذات محتاجه تديها وقت، كل حاجه هتتفتح قدامك وهتشوف. وطلبت من احمد انه يطلع لي الكشوفات بتاعه التعاملات الماليه والبنكيه ليها في اخر 3 شهور. بص لي كده وقال لي ليه؟ ببساطه عشان نعرف اذا كانت حاولت تبتز حد ولا لا، لو هي بتستخدم الصور والفيديوهات اللي عندها هيبان. قال لي طب ليه بالظبط اخر 3 شهور؟ قلت له لان ببساطه هيبان الحساب البنكي بالظبط فيه كام فلوس، ولو الرقم مبالغ فيه واكبر من ان تحوشه موظفه بنك يبقى احنا هنحتاج ان احنا نكشف على كل التعاملات الماليه بتاعتها عشان نعرف هي بالظبط كانت بتاخد كام في الابتزاز دوت، وهل الفلوس كانت هي بتودعها بنفسها ولا كانت بتتحول لها. ولو كانت الارقام الموجوده في الحساب البنكي معقوله يبقى هي ما كانتش بتستخدم الفيديوهات. وكده هنحط علامه استفهام على اميره صاحبتها. بص لي كده وقال لي هو انت لسه شاكك في اميره؟ قلت له طبعا في وقت التحقيق كل الناس تحت الشك، اي حد له علاقه بيها لازم اشك فيه. قال لي طيب. قلت له بص بالمرة عايز اعرف من الشقة هنا لحد مكان شغلها كم واحد من بتوع الموبايلات بيبيعوا خطوط مفتوحة مش محتاجة بطاقة. بصلي كده وقال لي اشمعنى يعني؟ قلت له لان نعمة زي ما قلت لك ذكية، لو هتبتز حد في الغالب هتكون اشترت خط معلوش اي تفاصيل ولا بيانات ولا ينفع حد يوصل، وكانت بتتكلم منه، وفي الاغلب هتكون كانت بتستخدم تليفون زراير او تكنولوجيا قديمة اللي ما فيهاش اي خاصية للتتبع. فاحنا عايزين نعرف ونتأكد اذا كانت اشترت الخط ده ولا لا. قال لي طب افرض ان احنا ما قدرناش نتعرف. قلت له مش مشكلة، بس خد بالك لو هي بتشتري هي اكيد مش هتشتري خط واحد، فهي هتتردد على كذا شخص منهم يا اما على شخص اكتر من مرة. ولو انت جمعت لي بتاع الموبايلات اللي بيبيعوا واللي ما اعتقدش ان هم كتير، واحد منهم هيقدر يتعرف على صورتها، ولو جت نتيجه من الخيط ده هيبقى عرفنا وتاكدنا ان هي كانت بتبتز حد. ولو ما جتش نتيجه من الخيط ده هنفضل نكمل لانه وارد جدا ان يكون ليها شريك. بص لي كده وقال لي ده شكله لسه بدري. قلت له طبيعي هيبقى لسه بدري. خد بعضه ومشي. في الوقت ده قعدت لوحدي بفكر في كل السيناريوهات اللي ممكن تكون حصل. كان اول سيناريو جه في دماغي ان نعمه فعلا حاولت ان هي تبتز حد وطلبت منه فلوس، وفي الغالب انه قدر بصوره ما يعرف هي فين وبعد حد يقتلها وياخد
الصور والفيديوهات اللي عندها، بس الاحتمال ده وانا بفكر فيه رفضت لاكتر من سبب، ان القاتل مفتش الشقة، القاتل كان عارف بالظبط هو عايز ايه، وعشان كده صعب يكون ده قاتل بالاكرة. في نفس الوقت هي مستحيل تكون بتسلم الفيديوهات والصور بايديها، وخاصة ان دي ناس تقيلة، وده اللي خلاني اشك في السيناريو التاني ان هي ليها شريك والشريك ده هو اللي قتلها، وده لانه من المنطقي جدا ان الشريك يكون دخل البيت، ومن المنطقي برضه ان يكون شافها وهي بتطلع الصندوق. ويمكن الاحتمال التاني او السيناريو التاني هو اكتر السيناريوهات اللي انا حسيت ان في قبول ليه جوايا، اما السيناريو التالت فكان انه اميرة صاحبتها تكون باعتها لحد من اللي عارفين اللي عمله الدكتور وقبضت التمن فيها. وبرضه انا منسيتش ان اميرة خطفت جوز نعمة، وزي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين القديمة تحلى حتى ولو كانت كحلة، والراجل دايما بيحن الاصل، ف اكيد هي عندها الدافع وهو انها تحافظ على جوزها وفي نفس الوقت الفلوس. بس السيناريو ده على قد ما هو منطقي على قد ما انا شايف ان في ثغرات، واهم ثغرة ان هي لو راحت لاي ست وقالت لها ان انا عارفة ان الدكتور صورك، الست دي هتنكر ومش بعيد تضربها، والاهم ان هي مش هتصدقها وتقول لها هاتي الدليل، واميرة ما كانش معاها اي دليل. ولو افترضنا ان صندوق بالاهمية دي بالنسبة لنعمة موجود في البيت، فاكيد كانت عاملة له نظام تأمين او على الاقل قفل حماية من اللي هو ببصمة. وحتى ولو اميرة كانت بتدخل البيت فما اعتقدش ابدا ان هي كان هيبقى عندها الوقت الكافي مع الصندوق انها تطلع منه حاجة وتقدر تنسخها حد، وده يخليها عاجزة عن انها تقدم الدليل. غير انه على قد ما السيناريو يبان منطقي، لكن اللي هيقتل عشان ما يتفضحش هيسيب ليه اميرة، وعشان كده استبعدت السيناريو ده برضه. وجه على بالي السيناريو التالت واللي هو ان الجريمة اصلا ما كانش ليه علاقة لا بالفيديوهات ولا بالصندوق، وانه الجريمة دي ممكن تكون بسبب علاقة جنسية، وخاصة ان نعمة كان ليها علاقات، واضح جدا ان هي كانت بتمارس مع اي حد، واعتقد ان هي زي ما قالت لهبة ممكن تكون قالت لحد تاني على قصة الصندوق، او حتى الشخص التاني هيتخيل ان الصندوق ده فيه ذهب او حاجة مهمة وسرقته هتبعد الشبهة عنه، وده يخلي احتمال وارد ان يكون القاتل حد من اللي هي بتمارس معهم الجنس. وطبعا السيناريو التالت خلاني افكر في السيناريو الرابع، ان ممكن يكون القاتل هو المدير اللي هي بتبتزه، او بمعنى ادق اللي هي بتستغل نقطة من نقط ضعفه في انها تحمي نفسها، واعتقد ان المدير عنده الدفع القوي لانه يعمل الجريمة دي. لكن في نقطة خلتني استبعد السيناريو ده، وهي ان احنا لقينا الكاميرا، وعلى افتراض ان المدير ده كان عارف ايه اللي جوه الصندوق لانه تقريبا نفس النوعية اللي هو بيتفرج عليها، وعلى افتراض برضو انه ارتبك ونسي الكاميرا وانه ما كانش مخطط كويس، والمعلومة دي بتاعت الكاميرا وقعت منه، ما اعتقدش ان عنده قوة الاعصاب الكافية اللي تخليه يقدر يضرب الضربة دي بالسطول، خاصة ان الراجل في العمر ده بيتفرج على رجال الستات ومش بيمارس، فده في الغالب يا اما عنده مشكلة نفسية يا عضوية. ولو هنفترض ان المشكلة نفسية فاعتقد ان هو دلوقتي هيبقى موسوس وهيبقى حاسس بارتياب من كل حاجة، وتصرفاته هتكون مش طبيعية زي ما هو عمل ساعة لما خاف ان احنا نكتشف ان هو اللي بيتفرج على رجلين العملاء، فبعت لنا الساعي عشان يقول الكلمتين الفاضيين اللي قالهم. الراجل ده اضعف بكتير من ان يعمل الجريمة دي، السيناريو ده مش هو. وكده ما كانش قدامي غير السيناريو الاولاني والسيناريو التالت، وفضلت مستني في الشقة ببص كده على اي حاجة تساعدني ان انا اتعرف على ايه بالظبط اللي حصل واجمع معلومات اكتر. وانا ببص لقيت فيه تمثال من الجبس محطوط على الترابيزة، لكن ما كانش معدول، ومن اثار التراب واضح ان هي ما كانتش بتغير الزاوية اللي كانت بتحطه فيها، والزاوية دي غريبة، التمثال ملوح، وده خلاني اشك فيه. غير ان الزاوية بتاعت التمثال متاخدة في جدر في الطرقة القريبة لأوضة النوم، غير انه باصص كمان على الكنبة اللي كانت موجودة واللي لقيتها متحركة من مكانها، مع انه ده ما كانش عادي وما كانش طبيعي، وده لفت نظري. حسيت انه التمثال ده مش تمثال عادي لكن جواه كاميرا، وفعلا لما كسرته لقيت ان هي كانت مخبية جواه كاميرا صغيرة جدا، ولما فتحتها لقيت ان هي مسجلة حاجات كتير. المساحة التخزينية للكاميرا دي كانت 4 تيرة، عدد الفيديوهات مهول. اهتميت ان انا اشوف اخر فيديوهات. في اللحظة دي احمد دخل عليا ولقيته بيقول لي بص، هو نعمة فعلا دخل حسابها البنكي 12 مليون جنيه في اخر 3 شهور على 3 دفع. قلت له تمام، يعني كل شهر تقريبا كان بيدخل لها
4 مليون جنيه. قال لي اه. قلت له تمام. قال لي لما جمعنا بتوع الموبايلات وهددناهم في واحد اتعرف عليها. قلت له تمام. قال لي ان هي اشترت من عنده تقريبا فوق 10-12 خط، وطبعا كلهم كانوا مفتوحين ومش محتاجين بطايق للتسجيل. قلت له تمام. وفتحت التسجيلات الموجودة على الكاميرا ولقيت في حد كان ظهر بظهره، وما عرفش ليه لقيته بيغير مكان بتاع الكنبة، ونعمة ما كانتش ظاهرة في الكادر خالص. بعدين فضل ماشي بظهره، كان حاطط على راسه هودي عشان ما يبانش اي ملامح ليه، وكأنه كان عارف انه في كاميرا موجود. وبعدين لقيته وطى على الارض ومشي على ايديه ورجليه وطلع البلكونه وقفل على نفسه من بره. بعد شويه لقيت نعمه كانت لسه داخله، دخلت الاوضه غيرت الهدوم وطلعت وهي شبه عريانه وهي مديه ظهرها في الطرقه، وزي ما وصفت بالظبط القاتل اتسند على رجله الشمال، كانت رجله اليمين مرفوعه، ولانه اشول ضربها بيده الشمال بالسطور وقعت ميته في الحال. كانت ضربه احترافيه وقويه وتدل ان القاتل حد متمكن جدا، ولقيته بيتحرك بثبات. بس دخلت 3 اوض وفي الاخر لقيته طالع بالصندوق من تحت السرير وخرج. لقيت احمد بيوصل لي كده بيقول لي انت متوقع ده يكون مين؟ قلت له زي ما انت شايف ده شخص كان عارف كويس جدا انه في كاميرات. تاني حاجه اللي عمل كده، لو انت خدت بالك في بدايه الفيديو انه حرك الانتري من غير سبب وده غريب. قال لي انت شاكك في ايه؟ قلت له مش عارف بس هو في حاجه. قال لي زي ايه؟ طيب ايه اللي ممكن يكون عند الكنبة بتاعت الانتريه؟ قلت له ما هو ده مفتاح السر كله، في شيء هنا. وقمت اتحركت عند المكان اللي المفروض هو حركه في الفيديو، واللي انا لما دخلت الشقة في اول مرة لمحته، وطلبت من احمد ان يرفع معايا الانتريه. في اللحظة دي فهم هو ليه عمل كده. الارض عمرها ما تشرب الدم، مفيش حاجة ينفع تخفي الدم. هو كان عارف ان في نقطة دم منه نزلت هنا، كان باين اثار بسيطه وقديمه لنقطه الدم دي. قلت لاحمد اتصل بالطب الشرعي، لازم يجوا هنا فورا ياخدوا الاثار دي ويحللوها. قال لي حاضر يا فندم، بس انا عايز افهم حاجه، هو ايه اللي خلى دمه ينزل؟ قلت له بص، في الغالب الشخص ده حصلت مشاجره بينه وبين نعمه وهي ضربته في مناخيره او بالقلم، وده اللي خلى نقطه الدم دي تنزل، لان الزاويه بتاعت صوت نقطه الدم ومع ان مفيش ولا حاجه تاني نزلت ده ياكد كلامي. احنا عايزين ندور في الفيديوهات اللي موجودة كويس، يتهيالي ان هيكون متسجل اللحظة اللي اتضرب فيها، ولو عرفنا نجيب اللحظة اللي اتضرب فيها هنبقى بسهولة جبناه، لانه في الغالب هيكون ظهر بوشه او على الاقل جزء من وشه، كده هنقدر نتعرف عليه ونعرف مين هو الجاني. غير انه نعمة اكيد زي ما كانت حاطة كاميرا هنا هتكون حاطة كاميرا في اوضه النوم اللي هي بتمارس فيها الجنس، لازم تلاقوها، لان احتمال يكون ظهر وشه. واضح جدا ان هو كان عارف ان في كاميرات لكن ما كانش عارف بالظبط مكانها فين، وده ممكن يخدمنا ان يكون غلط وظهر، ولو ما ظهرش هندور على الخناقة في الهارد ده كله لحد ما نلاقيها، وساعتها هنبقى قبضنا عليه. احمد بصلي كده وقال لي طب حضرتك متوقع القاتل هيكون مين؟ قلت له السيناريوهات اللي جايه في مخي دلوقتي ان يكون واحد من اللي سرقوا معاها البيت بتاع الدكتور وجاي طالبها بفلوس اكتر او نسبه من اللي هي بتاخده، وحصلت مشاده ما بينهم وضربته فقتلها وقرر ان ياخد الصندوق كامل لنفسه، يا اما السيناريو التاني يكون واحد من اللي هي بتمارس معاهم الجنس واكتشف بالصدفه ان هي بتصوره، حصل ما بينهم مشادة وممكن يكون طلب منها الفيديوهات بس هي رفضت فقرر يقتلها وخد الصندوق ده على انه في فيديوهاته. السيناريو التالت ان هي يكون ليها شريك بيساعدها في عمليات الابتزاز، وده وارد جدا، وان الشريك ده طمع فيها طلب منها فلوس زيادة اتخانقت معاه وطردته فقرر ان هو يخلص منها وياخد الموضوع كله لوحده. وبصت له وقلت له حاول تعرف من السيناريوهات دي مين القاتل لحد ما انا افحص الفيديوهات اللي لقيناها في الكاميرا، ولو عرفت انده عليا وقول لي انت مخمن انهي سيناريو اللي ممكن يكون حصل وليه بالظبط. وبصت له وقلت له حاول تعرف من السيناريوهات دي مين القاتل لحد ما انا افحص الفيديوهات اللي لقيناها في الكاميرا، ولو عرفت انده عليا وقول لي انت مخمن انهي سيناريو اللي ممكن يكون حصل وليه بالظبط. وفضلت اراجع الفيديوهات ولاحظت انه كان في حد بيتجنب انه يرفع وشه، واضح جدا انه كان متدرب كويس ازاي ما يظهرش في كاميرات المراقبه، وده لفت نظري وتوقعت ان هيكون هو اللي اتضرب. وفعلا في فيديو ليه وهو بيتخانق مع نعمه
هو كان شاب تقريبا عنده 37 او 38 سنة، الى حد ما طويل، جسمه رياضي، واضح عليه انه اشول لانه في اغلب الفيديوهات اللي ظهر فيها كان بيستخدم يده الشمال. ولقيت احمد داخل عليا بيقول لي وصل تقرير الطب الشرعي يوسف باشا. قلت له طيب بص، اطلب منهم ان يقارنوا الحمض النووي بالاحماض النووية المسجلين الخطر اللي متسجلين عندنا. قال لي هو انت شاكك ان المجرم حد متسجل عندنا قبل كده؟ قلت له بنسبة كبيرة هيكون متسجل. وفعلا احمد طلع واتصل بدكتور الطب الشرعي وطلب منه ان يقارن الدي ان اي اللي طلع من العينة اللي لقيناها في الارض بقاعدة البيانات اللي عنده للمجرمين اللي عندنا. ورجع لي وهو مصدوم. لقيته داخل عليا بيقول لي بص يا يوسف باشا، هو اكيد في حاجة غلط. قلت له طب اهدى وبالراحة كده فهمني الدكتور قال لك ايه بالظبط. لقيته بيقول لي العينة اتطبقت مع احمد عامر. بصيت له كده وكان واضح الذهول على وشه، فقلت له احمد عامر اللي مات تقريبا من 6 شهور لما كان في مطاردة بينه وبين الشرطة والشرطة قتلته. لقيته بيقول لي اه. قلت له ازاي؟ معلش كده بالراحة، احمد عامر اتقتل والطب الشرعي اكد انه اتقتل ودفناه، ازاي بعد موته ب6 شهور يقوم يعمل جريمة؟ غير ان احمد عامر ما كانش اشول، ايه لما مات غير الدراع اللي كان بيشتغل بيه؟ في حاجة غلط. وخليته يتصل تاني بالدكتور واللي كان مذهول وهو بيأكد ان الدي ان ايه ده خاص باحمد عامر. طلبت منهم يسيبوني لوحدي ورجعت الكادرات اللي ظهر فيها الشخص اللي شفته بيتضرب، ومع ان الصور ما كانتش موضحة كل ملامحه لكن ده مستحيل يكون احمد عامر. كان واضح جدا ان الشخص ده حد محترف، واحمد عامر كان ساذج ما يقدرش ان هو يتحرك بالاحترافية دي. بس لما عدت الفيديوهات اكتر من مرة ابتديت الاحظ ان كان في لحظات بيحس فيها باختلال توازن، والاختلال ده اختفى مع الفيديوهات اللي اجد، لحد اما اخر فيديو ظهر فيه ساعة الجريمة ما كانش له اي وجود الاختلال ده. وده معناه ان الخناقة اللي كانت بينهم هو كان في مرحلة بيتعفى فيها من حاجة معينة. ولقيت احمد داخل عليا بيقول لي انا اسف يا باشا بس هنعمل ايه؟ بصيت له كده وقلت له القضية تقريبا اتحلت. بص لي وقال لي انت قصدك ايه؟ انه هنأيدها ضد مجهول؟ ابتسمت كده وقلت له انت مجنون؟ هو انا في مرة أيدت اي قضية ضد مجهول؟ قال لي انا عارف ان ده مش اسلوب حضرتك، بس استغربت لما انت بتقول لي القضية اتحلت. قلت له لان هي فعلا اتحلت. قال لي ازاي يعني؟ قلت له هتعرف هتعرف. المهم دلوقتي ان انا عايزك تستدعي لي هبة واميرة مع بعض وفي اسرع وقت. قال لي تمام، وخرج عشان يستدعيهم. وفي الوقت ده بصيت انا تاني على الفيديوهات وفضلت اراقب كل حاجة بدقه، وتأكدت ان الجاني في الفيديوهات الاولى اللي اتصورت قبل الجريمة كان بيعاني من مشكلة في ظهره، ودي اللي كانت مسبباله في الغالب فقدان التوازن اللي كان بيجيله. ولقيت احمد داخل عليا بيقول لي تمام الاتنين وصلوا بره. قلت له تمام، دخلهم لي بسرعة. قال لي هتدخل الاتنين مع بعض؟ قلت له اه. وقعدوا قدامي هبة واميرة مع بعض وكانوا مستغربين ان انا استدعيتهم تاني، بس قلت لهم انا مش عايز من وقتكم ولا 10 دقايق وبس. بصوا لبعض وبصوا لي، قلت لهم بما انكم كنتوا عارفين نعمه كويس فاكيد هتكونوا عارفين الناس اللي كانت بتتعامل معاها. انا عايز اعرف منكم في خلال من سنه لست شهور فاتت تعرفوا حد عمل عمليه اسمها زرع نخاع؟ بصوا لبعض كده وقالوا لي اشمعنى يعني؟ عدت عليهم السؤال تاني. هبة ردت عليا وقالت لي ان هي مش واخده بالها ومش فاكره، لكن اميره بصت كده وقالت لي هو في حد بس ده ايه علاقته بالموضوع؟ قلت لها مين ده؟ قالت لي صديق مشترك ما بيننا كان اسمه محمد فاضل. قلت لها تمام، وليه بتقولي كان؟ لقيتها بتبص لي كده بتقول لي مفيش، بس انا ليا فتره طويله ما كلمتوش، كل اللي اعرفه عنه ان هو في فتره العمليه دي كان محتاج فلوس كتير ولجأ للكل، واي حد كان بيرفض ان هو يسلفه كان بيقطع معاه. قلت لها تمام، عايز اعرف بقى ايه تفاصيل علاقتكم بمحمد فاضل؟ قالت لي بص هو انا ما كانش ليا اختلاط بيه قوي، هو كان واحد من المجموعه اللي دخلت بيت الدكتور احمد عبد العظيم ودي كل علاقتي بيه، وطبعا حضرتك عرفت مني انه بعد العمله دي كل واحد فينا راح في حته وما بقيناش تاني بنتجمع. قلت لها شكرا، انا كده عرفت اللي انا عايزه منك. طلبت منهم ان هم يطلعوا بره وشكرتهم وقلت لهم ان القضيه كده انتهت، وندمت على احمد وقلت له يجيب اذن نيابة بالقبض على محمد فاضل بتهمة قتل نعمة. لقيته بيبص لي كده بيقول لي طب فهمني. ابتسمت وقلت له الموضوع بسيط، الشخص اللي ظاهر في فيديوهات كاميرات المراقبة كان عنده مشكلة في ظهره وكان عنده خلل في التوازن مش مستمر بيجيله فجأة، ودي اعراض بتحصل للشخص اللي عامل عملية في ظهره،
أو عملية ليها علاقة بالحبل الشوكي والمنطقة العصبية دي. قال لي تمام. قلت له وإن الدي إن إيه بتاع ميت يظهر في موقع جريمة بعد موته بست شهور، ده ما كانش ليه أي تفسير عندي غير تفسير واحد، إن أحمد عامر اتبرع أو باع النخاع الشوكي بتاعه. وفي عمليات النخاع بيفضل النخاع ينتج أنسجة وخلايا بنفس الدي إن إيه للجسم الأصلي اللي كان فيه، بمعنى صح كده إن النخاع ده راح لجسم واحد تاني بس فضل يخرج الدي إن إيه بتاع جسم أحمد عامر، وده اللي خلانا نلاقي دمه هنا. بص لي كده وقال لي وده ممكن؟ قلت له علميا ممكن، وزي ما قلت لك إن القاتل بتاعنا كان عامل عملية في ظهره، وبكده تبقى العملية ديت عملية زرع نخاع، وعشان كده خليتك تستدعي لي هبة وأميرة عشان أسألهم إذا كان في معارف مشتركة بينهم وبين نعمة، حد منهم عمل عملية زرع نخاع في الفترة الأخيرة ولا لا. وطبعا أميرة قالت لي إنه في صديق مشترك اللي هو محمد فاضل عمل العملية دي، وإنه كان محتاج فلوس، وكمان كان شريك في جريمة السرقة بتاعة بيت الدكتور أحمد عبد العظيم. وبكده إحنا وصلنا للقاتل وللدافع بتاع القاتل، إنه كان محتاج الفلوس، وأعتقد إن لما يتفتش بيته بسهولة جدا هتلاقوا الشرايط بتاع الدكتور أحمد عبد العظيم، غير إن أنا متوقع وبنسبة كبيرة هتلاقوا عدة احترافية للقتل، لأن أنا واضح جدا قدام سفاح وقرر يعتزل بسبب المرض، وعشان يأمن نفسه قرر إن هو يشتغل في ابتزاز الناس المتصورة في فيديوهات دكتور أحمد عبد العظيم. وفعلا أحمد اتحرك وخد معاه قوة، ولقى اللي أنا توقعته بالظبط، إن كان عنده أدوات للقتل، وعرف إنه كان قاتل مأجور بيشتغل لحساب أي حد، ودي كانت الطريقة اللي بيكسب منها أكل عيشه، وكانوا مسميينه في عالم الجريمة وفي الكابوس. وطبعا اتلقى عنده الفيديوهات بتاع الدكتور أحمد عبد العظيم، وبعد مواجهته اعترف، ومش بس بجريمة قتل نعمة، بعد ما شاف الأدلة اللي طلعها فريق البحث الجنائي من بيته اعترف بارتكابه 9 جرائم قتل تاني، وده اللي قدرنا نعرفه، لكن أكيد في بلاوي تاني ما كناش نعرف عنه. وبكده تكون اتقفلت قضية مقتل نعمة في الحي السابع. ودي كانت نهاية الحلقة، وكنت حابب أبلغكوا إن احنا عملنا قناة جديدة متخصصة في عالم الجريمة والتحقيقات، أتمنى إن هي تعجبكم، هتلاقوا رابط القناة الجديدة في الوصف بتاع الفيديو ده. وكنت حابب أشكركم جدا على كل كلمة إيجابية وكل كومنت وكل حاجة انتوا بتدعمونا بيها، حقيقي بجد انا شرف ليا كبير جدا كل واحد فيكم موجود معانا في القناة، وحقيقي انا حابب ان انا اشكركم الناس اللي قالت كلام ايجابي فعلا بجد من قلبي، شكرا ليكم، والناس اللي كانت بتقول تعليقات فيها تعديل محتاج برضو ان انا اشكره، وعايز اقول لكم حقيقي بجد شرف كبير جدا ليا انضمام كل واحد فيكم للقناة، وبتمنى ان القناة الجديدة تعجبكم، ويا رب اكون بقدم محتوى حلو مسلي ممتع ليكم بإذن الله. القناة الجديدة تبقى يوم الثلاث ويوم الجمعة الساعة 6 هيبقى عليهم حلقات. القناة بتاعت حكاوي المخوفاتية هتبقى يوم الحد ويوم الأربع الساعة 6 بإذن الله هيبقى عليهم حلقات جديدة، وأتمنى أن ربنا يوفقني وأكون بقدم لكم حاجة ممتعة، وأكون قادر أن أنا أبقى عند حسن ظنكم. وشكرا مرة تاني لكل الناس اللي عندي على القناة.